بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين. طلابي طالباتي الله يرضى عنكم ويبارك فيكم وبرحب فيكم في حصة جديدة عنوان هذه الحصة حل أسئلة الوحدة الثانية وحدة الحركة الدورانية شباب بنات حصتنا لليوم مهمة جدا طيب ليش يا أستاذي العزيز حصتنا مهمة؟ شباب بنات حصة اليوم فيها افكار حلوه ما بزبط ما تكوني بتعرفها ما بزبط ما تكوني بتعرفيها ما بزبط تروحوا على امتحان الوزاره وانتم ما بتعرفوها وهذا الاتفاق اللي اتفقنا انا وياكم اول يوم عرفتكم فيه حكيت لكم ممنوع تروح على امتحان الوزاره يا استاذي العزيز وانت مش حال كل سؤال موجود بالكتاب، أسئلة الوحدة، أسئلة الكتاب. والحلو بأسئلة الوحدة هاي إنه فيها أفكار حلوة لأول مرة راح تشوفها، في فيها شغلات لأول مرة راح أعطيك إياها، بأسئلة الوحدة هاي يا أستاذ العزيز، علشان هيك شو اللي بدي إياه منك؟ مثل ما أنا عامل إلي كاسة قهوة بهذا الاستديو عشان أركز بحل أسئلة الوحدة، وأنت كمان عمل لك إشي تشربه عشان نركز مع بعض ونفرتك أسئلة الوحدة، شباب بنات بدي إياكم تكونوا مستعدين؟ والله اني تعبان بس همتي عالية تمام؟ فبدنا يا استاذ العزيز انا وياك تكون همتنا عالية ونفرتك اسئلة الوحدة، بسمك الله اللهم نبدا باول سؤال، على فكرة ما راح ابدا باول سؤال، راح ابدا بالسؤال الثامن، راح ابدا يا استاذ العزيز بالسؤال الثامن، طيب ليش؟ على قد ما هو السؤال الثامن مهم بدي طاقتك اللي جايين فيها هسه كلها اركزها بالسؤال الثامن. تمام يا استاذ العزيز فركزوا معي اني حنرجع لهم الاسئله اللي فوق يلا بالسؤال الثامن بيحكي لي كسر مضرب بيسبول انا عندي مضرب بيسبول شو يعني مضرب بيسبول هاي شكل مضرب البسبول يا استاذ العزيز المضرب اللي بنضرب فيه الكره هذا هو مضرب البسبول حلو بيحكي لي بالسؤال انه هذا المضرب منتظم الكثافة يا أستاذ العزيز إذا هذا المضرب منتظم الكثافة حلو طيب يا أستاذ من وين كسر هذا المضرب بجاوبك بالسؤال نفسه بيقول لك من موقع مركز كتلته انكسر من عند مركز كتلته مش أنا وياكم اتفقنا أنه أي جسم بالدنيا له مركز كتلة وهذا المضرب جسم ولما انكسر انكسر من عند مركز كتلته يا استاذ العزيز حلو هذا الجسم لما انكسر هذا المضرب لما انكسر انقسم الى جزئين هي حلو يا استاذ العزيز حلو الجزء اللي على اليمين بدي اسميه ايه والجزء اللي على اليسار بدي اسميه بي حلو حلو يا استاذ العزيز طبعا بقول لي كما هو موضح في الشكل ممتاز ركز انت وياها بيقول يا استاذ العزيز ان الجزء ذا الكتلة الاصغر مين الجزء اللي كتلته اصغر؟ الجزء الموجود على اليمين الجزء A ولا الجزء الموجود على اليسار اللي هو الجزء B ولا كلا الجزئين لهما نفس الكتله يعني كتله الجزء A نفس كتله الجزء B ولا لا يمكن تحديد ذلك؟ هذا السؤال مهم واسمع وركز ركز بالحل يلا بدي اعلمكم شغله، شو هي؟ استاذي العزيز اعتبر انه انا موجود عندي هنا جسم هذا الجسم شو؟ جسم منتظم، شو؟ جسم منتظم، حلو ولا مش حلو؟ حلو. هذا جسم منتظم. طيب لو حكيت لك انه هذا الجسم كتلته ثمانية كيلو جرام انا اجيت قسمت هذا الجسم الى نصفين بس من وين قسمته؟ من عند مركز كتلته تمام انا عندي جسم منتظم صح ولا لا صح طيب مركز الكتله للجسم المنتظم وين بيكون بيكون في المنتصف صح ولا لا صح انا اجيت على المنتصف وقسمت هذا الجسم الى جزئين الجزء اللي على اليمين سميته ايه والجزء اللي على اليسار سميته B قلت لك يا استاذ العزيز قديش كتله الجزء اللي موجود على اليمين؟ قديش كتله الجزء اللي موجود على اليسار؟ بحكي لك الجزء الموجود على اليمين بده ياخذ 4 كيلوغرام والجزء اللي على اليسار بده ياخذ 4 كيلوغرام. طيب لو كانت كتله الجسم هذا مش 8 كانت 20 مثلا اقول لك الجزء اللي على اليمين بده ياخذ 10 والجزء اللي على اليسار بده ياخذ 10. حلو شباب بنات حلو. طيب يا استاذ العزيز بس هذا الحكي متى متى كتله الجسم A تساوي كتله الجسم B دير بالك انتبه لما يكون الجسم منتظم لما يكون الجسم منتظم يا استاذ العزيز طب لو كان الجسم مش منتظم يعني كان موجود عندي جسم غير منتظم ها هي جسم غير منتظم يا سلام السلام طيب أستاذ العزيز لو أنا قلت لك إنه هذا الجسم الغير منتظم كتلته ثمانية كيلو إجرام تمام تمام إجيت أنا قسمت هذا الجسم من عند مركز كتلته فرضا كانت مركز كتلته هون اجيت انا قسمته الى نصين اجيت انا قسمت هذا الجسم من عند مركز كتلته الى جزئين الجزء اللي على اليمين سميته ايه والجزء اليسار سميته بي لو جيت حكيت لك قديش كتلة الجزء اللي على اليمين قديش كتلة الجزء اللي على اليسار إذا بتيجي بتحكي لي إنه كتلة الجزء اللي على اليمين 4 كيلو جرام وكتلة الجزء اللي على اليسار بقول لك 4 كيلو جرام بقول لك غلط شو؟ غلط يا أستاذ العزيز هذا الحكي بتحكي لي يا لما يكون الجسم منتظم لما يكون الجسم منتظم بس هذا الجسم غير منتظم يا استاذ طب اسالكم سؤال بسؤالنا سؤال ثمانية الجسم اللي معطيني اياه منتظم ولا غير منتظم استاذ اذا بتحكي لي انه الجسم منتظم بقول لك مبروك وقعت بفخ الوزاره لانه الوزاره حكت لك منتظم الكثافة بالكثافة منتظم يعني إنه مصنوع من مادة واحدة وهي الخشب ما قالت لك شكله منتظم ما قالت لك الشكل الهندسي إنه منتظم بعدين يعني تعال جاي أنت بتعرف الأشكال المنتظمة اسطوانة مكعب كرة دائرة مربع مستطيل هاي الأشكال المنتظمة هل هذا الشكل اللي قدامك هل هذا المضرب هو أحد الأشكال المنتظمة لا فهذا الجسم غير منتظم قال لك هو منتظم الكثافه مش الشكل دير بالك طيب اذا بدنا نعامله على هذه الحاله اللي احنا فيها جسم غير منتظم طيب اسمع القاعده مش تسمعها اكتبها احفرها حفر بدفترك تمام لانه هاي القاعده اللي راح تحل عليها السؤال هذا شو بتحكي لك القاعده بتقول لك لما يكون في عندي جسم ها جسم غير منتظم تمام تمام حلو فان فانها بالاحمر اكتب لك اياها قد ما هي خطيره بدي اكتب لك اياها بالاحمر فان مركز كتله هذا الجسم يا سلام هذا الجسم يكون اقرب اقرب الى الكتله الاكبر الكتلة الأكبر شفت لي هاي القاعدة يا أستاذ العزيز احفر لي إياها بدفترك بروز لي إياها بغرفتك لأنه هذه القاعدة بنحل عليها السؤال نيجي نحل عليها السؤال يلا اشطب لي كل هذا الحكي وركز معي هذا يا أستاذ العزيز ها هاي يا أستاذ العزيز مركز الكتلة تمام تمام وهذا الجزء إيه وهذا الجزء B. ده سألك سؤال مين الجزء الاقرب الى مركز الكتلة الجزء A ولا الجزء B طبعا الجزء A والدليل جرب يا استاذ العزيز حط اصبعك على طرف الجزء A وضلك رايح باتجاه مركز الكتلة راح تلاحظ حالك قطعت مسافة لنفرض واحد سنتيمتر جرب حط اصبعك يا استاذ العزيز عند طرف الجزء B وتحرك باتجاه مركز الكتلة راح تلاقي حالك قاطع مسافة قل شي 4 سنتيمتر لاحظ انه يا استاذ العزيز الجزء A اقرب الى مركز الكتلة من الجزء B صح ولا لا صح حلو يا استاذ العزيز طب القاعدة شو بتقول لك يا استاذ العزيز القاعدة بتقول لك في الجسم الغير منتظم مركز الكتلة بيكون اقرب للكتلة الاكبر وهون انا عندي مركز الكتلة اقرب للجزء A صح ولا لا مركز الكتله هذا يا استاذ عزيز اقرب للجزء A فالجزء A هو الكتله الاكبر فبالتالي كتله الكره A اكبر من كتله الكره بي؟ صح ولا لا صح يا أستاذي العزيز طيب يا استاذ العزيز ركز انت وياها معي كتله الكره A اكبر من كتله الكره بي؟ وكتله الكره B يا استاذ العزيز اصغر من كتله الكره A فبالتالي مين الجزء اللي كتلته أصغر تحكي لي الجزء الموجود على اليسار الجزء الموجود على اليسار إن شاء الله نكون فهمنا القاعدة وبصمناها حفظ وبصمناها بصم يا أستاذ تمام إذا وين الجواب الصحيح الجزء الموجود على اليسار مية شباب بنات مية طيب ركز انت وياها معي بالسؤال الاول، السؤال الاول بقول لي عندي جسمان متماثلان بي واي على سطح الارض، اذا عندي جسمان متماثلان واحد اسمه ايه وواحد اسمه بي، وين موجودين على سطح الارض؟ تمام؟ بقول لك يا أستاذ العزيز، الجسم ايه موجود عند خط الاستواء، الجسم ايه موجود عند خط الاستواء، والجسم بي موجود عند قطبها الشمالي، طيب هي الكره الارضيه ها اهي اهو اهي ولا مش عارف شو هي، المهم ايوه هو قدمها، طيب، على كلٍ هاي الكرة الأرضية، خط الاستواء خط يمر في منتصفها، تمام يا استاذ العزيز، والقطب الشمالي بيجي على رأس الكرة الأرضية من فوق، تمام؟ تمام، شباب بنات الكرة الأرضية بتدور حوالين نفسها، وأنا وياكم اتفقنا إنه أي جسم بدور حوالين نفسه هو بي هو بيكون بدور حول محور الدوران، فالكرة الأرضية هاي بتكون بتدور حول محور الدوران طب تعرف انت وين محور الدوران للكره الارضيه محور الدوران للكره الارضيه خط عمودي يمر في القطب الشمالي هذا هو محور الدوران للكره الارضيه تمام هو خط عمودي يا استاذي العزيز يمر في المحور في القطب الشمالي محور الدوران يا أستاذي العزيز محور الدوران خط عمودي يمر في القطب الشمالي هذا هو محور الدوران بالسؤال بيحكي لك أنه عندي إن جسمين جسم اسمه A موجود عند خط الاستواء وجسم اسمه B موجود عند القطب الشمالي مية بالمية مية بالمية بيقول لك يا أستاذي العزيز أنه الجسم A والجسم B موجودين على الكرة الأرضية والكرة الأرضية يا أستاذ العزيز تتحرك حركة دورانية حول محور دورانها الكره الارضيه بتدور حول نفسها ولا لا بتدور حول نفسها الكره الارضيه بتدور كل دوره كل دوره بتلفها حوالين نفسها تستغرق وقت 24 ساعه اساسا ليش احنا اليوم في 24 ساعه لانه هذا هو الزمن اللازم للكره الارضيه حتى تدور حوالين نفسها دوره واحده تمام تمام التمام طيب يا استاذي العزيز بما انه الكره الارضيه بتدور حوالين نفسها اذا الجسم إيه بما انه الكره الارضيه بتدور حوالين محور الدوران هذا اذا الجسم ايه والجسم B كمان بيدور حوالين محور الدوران هذا لانه هذول الجسمين موجودين عليها فهمت علي لما انت تكون واقف على جسم بدور ما انت حتدور معه صح ولا لا صح اذا الجسم B بيدور حوالين محور الدوران بسرعه زاويه مقدارها اوميجا بي والجسم ايه بيدور كمان حوالين محور الدوران بسرعه زاويه مقدارها أوميجا إيه تمام؟ تمام بيحكي لك بالسؤال يا أستاذ العزيز أي مما أو قبل ما أقول لك شو بحكي لك بالسؤال تعرف السؤال طالب منك حكي لك يا أستاذ باختصار طلع شو العلاقة بين السرعة الزاوية للجسم B والسرعة الزاوية للجسم إيه هل السرعة الزاوية للجسم إيه تساوي السرعة الزاوية للجسم B واللي والاثنين بيساوي صفر ولا السرعه الزاويه للجسم A اصغر من السرعه الزاويه للجسم B ولا السرعه الزاويه للجسم A اكبر من السرعه الزاويه للجسم B ولا السرعه الزاويه للجسم A تساوي السرعه الزاويه للجسم B والاثنين ما بيساووا صفر فاستاذي العزيز علشان انا اجاوب على هذا السؤال التافه لازم اطلع مقدار السرعه الزاويه للجسم B ومقدار السرعه الزاويه للجسم A واشوف هل هم بيساووا بعض ولا ما بيساووا بعض طيب السرعة الزاوية للجسم إيه تساوي الإزاحة الزاوية اللي قطعها الجسم إيه على الفترة الزمنية يا أستاذ العزيز شباب بنات ركزوا معي منيح أي جسم بالدنيا بيتحرك حوالين نفسه أو بيتحرك حركة دائرية إذا أتم دورة كاملة فهو يقطع إزاحة زاوية مقدارها 360 درجة ليه يا أستاذ العزيز ركز أنت وياها هذا هو محور الديكارتي او نظام المحاور في عندي جسم انا يا استاذ العزيز لف حوالين نفسه دوره كامله هاي بسميها دوره كامله لاحظ انه بدا من هون لما بدا من هون وتحرك هون قطع زاوية مقدارها 90 درجه وكمل قطع زاويه 90 درجه كمل قطع كمان زاويه مقدارها 90 درجه كمل قطع كمان زاويه مقدارها 90 درجه اجمعني اياهم تلاقيه قطع ازاحه زاويه مقدارها 360 درجه تمام شباب بنات والكره الارضيه بتدور حوالين نفسها دوره كامله فهي بتقطع ازاحه زاويه مقدارها 360 درجة، إذا الإزاحة الزاوية اللي قطعتها الكرة الأرضية وهي بتدور حول محورها 360 درجة والجسم بي أو الجسم أي موجود عليها، إذا قطعه نفس الإزاحة، لأنه بيتحرك نفس حركتها، صح ولا لا؟ صح. طيب، إذا الإزاحة للجسم أي اللي قطعها 360 درجة خلال فترة زمنية مقدارها 24 ساعة، صح ولا لا؟ صح. طيب ما هو الكرة الأرضية عشان تدور حوالين نفسها بتحتاج 24 ساعة. طيب، السرعة الزاوية للجسم بي كمان يا أستاذي العزيز قطع إزاحة الجسم بي إزاحة زاوية مقدارها 360 درجة خلال 24 ساعة. لاحظ يا أستاذي العزيز إنه السرعة الزاوية للجسم أي تساوي السرعة الزاوية للجسم بي وأتوقع إنه 360 درجة على اثنين 24 ساعة ما راح يعطينا الجواب صفر، صح ولا لا؟ ما راح يكون الجواب هون صفر ابدا لا يمكن فالجواب الصحيح يا استاذ العزيز هو الخيار الاول طيب نيجي انا وياكم على السؤال اللي بعده بالسؤال اللي بعده بقول يا استاذ وحده قياس الزخم الزاوي حسب النظام الدولي للوحدات هو كيلوغرام دوت متر تربيع على ثانيه دير بالك تخربط بين وحده الزخم الخطي ووحده الزخم الزاوي لانهم قراب من بعض وحده الزخم الخطي هي كيلوغرام دوت متر على ثانيه هاي زخم خطي وحده الزخم الزاوي كيلوغرام دوت متر تربيع مش متر لحال على ثاني هاي وحدة زخم زاوي طيب وحدة قياس عزم القصور الدوراني حسب النظام الدولي للحدات هي كيلو جرام دوت متر تربيع يا أستاذ العزيز طيب نروح أنا وياكم على السؤال الرابع والخامس شايفين السؤال الرابع هذا هذا السؤال الرابع وهي السؤال الخامس شايفينه يا أستاذ العزيز حلو هذول السؤالين اللي قدامك بحب ابشرك واحكي لك انهم بنحلوا على نفس الفكره فكره اعطيتكم اياها وزهقت ولا بعطيكم اياها بس انا راح اذكركم فيها تذكير سريع حكيت لك لما يكون في عندي جسم بيتحرك حركه دورانيه وهي محور الدوران في عندي ثلاث اجزاء موجودين على نفس هذا الجسم هذا الجسم بيتحرك حركه دورانيه عندي ثلاث اجزاء موجودين يا استاذ العزيز على هذا الجسم على خط واحد هذول الثلاث اجزاء جايين تمام تمام حكيت لك إذا كانوا هذول الثلاث أجزاء بيتحركوا بنفس الفترة الزمنية يعني لما أنا هذول الثلاث أجزاء مثلا موجودين عند النقطة A إيه صح؟ بدهم ينتقلوا للنقطة B عشان ينتقلوا للنقطة B يا أستاذي العزيز مثلا جو الجسم A إيه عشان ينتقل للنقطة B استغرق وقت مثلا ثانيتين، الجسم B عشان ينتقل للنقطة B استغرق كمان ثانيتين، الجسم C عشان ينتقل للنقطة B كمان استغرق ثانيتين هذول الجسمين قطعوا مسافة أو إزاحة من هون لهنا بنفس الفترة الزمنية صح ولا لا صح بحكي لك بما إنهم قطعوا هاي المسائل إزاحة بنفس الفترة الزمنية هذا يعني إنه يا أستاذي العزيز الازاحه الزاويه لهذول الاجسام والسرعه الزاويه لهذول الاجسام الثلاثه والتسارع الزاوي كلهم متساويات كلهم بمعنى الازاحه الزاويه اللي قطعها الجسم A تساوي الازاحه الزاويه اللي قطعها الجسم B تساوي الازاحه الزاويه اللي قطعها الجسم C طبعا انا هذا الحكي شرحته بالتفصيل بس انا قاعد بذكرك فيه طيب السرعه الزاويه للجسم A تساوي السرعه الزاويه للجسم B تساوي السرعه الزاويه للجسم C والتسارع الزاوي للجسم A يساوي التسارع الزاوي للجسم B يساوي التسارع الزاوي للجسم C تمام طيب؟ طيب. تمام فانا هون لما يجيني سؤال يحكي لي عند دوران اطار سياره حول محور ثابت فان مقدار سرعته الزاويه طبعا هذا السؤال مكرر حليناه بالتفصيل في الكتاب نسيت الكتاب هذا تمام تمام لما يقول لي استاذ عند عند دوران عجل سياره حول محور ثابت فان مقدار سرعته الزاويه طبعا بده يكون متساوي لجميع اجزائها يكون متساويا لاجزائه جميعا، السرعه الزاويه لاجزاء العجل لاجزاء العجل متساويه جميعا، ليش يا استاذ العزيز؟ اساسا اساسا يا استاذ العزيز، تخيل انه في عندي عجل سياره الجنط بيتحرك بسرعه زاويه لحال، والعجل بيتحرك بسرعه زاويه لحال، والغطاء اللي تنحطها بتتحرك بسرعه زاويه لحال، والشو اسمه كل شيء بالعجل بيتحرك بسرعه لحاله بفرط العجل بتقلب السياره انت فاهم علي كلهم بيتحركوا بنفس السرعه الزاويه وهي الفكره شرحناها بالتفصيل طيب انا بس عم بذكركم فيها وهذا سؤال مكرر اساسا تمام تمام تمام, تمام؟ هون بيقول لي عند دوران اسطوانة مصمت متماثلة حول محور ثابت مده زمنيه معينه فان مقدار الازاحه الزاويه يا استاذ العزيز طيب لما يا استاذ العزيز الدور اسطواني يا استاذ العزيز بسرعة زاوية تمام بتدور بسرعة زاوية بقول لك يا أستاذ العزيز الإزاحة الزاوية لهاي الاسطوانة يكون متساوية لأجزائها جميعا يعني لو أنا عندي أجزاء على هاي الاسطوانة مثلا جزء A وجزء B وجزء C تمام وهذول هاي الاسطوانة بتدور بسرعة معينة هي عند دوران اسطوانة مسمطة متماثلة حول محور ثابت مدة زمنية معينة تمام التمام هذول قاعدين كلهم بيتحركوا بمدة زمنية هل يا أستاذ العزيز أجزاء الازاحه الزاويه لاجزاء الاسطوانه بتكون متساويه ولا لا يعتمد على زمن دوران الجسم ولا يكون اكبر الجسيمات القريب من محور الدوران كل هذا الحكي يا استاذ العزيز بيعتمد على الفكره اللي شرحتك اياها والجواب بكل بساطه انه يكون متساويا لاجزائها جميعا تمام 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 طيب هسه ليش انا هذول السؤالين بدي امشيهم بسرعه لانه شرحتهم بالتفصيل وبديش يروح وقت الحصه على فكرتين زي هيك شرحناهم بالتفصيل في حصص ماضي تمام تمام طيب نروح انا وياكم استاذ العزيز على سؤال ستة يلا سؤال ستة بيقول لي يا استاذ تستخدم سلمى مفك براغي تمام تعرفوا المفك شباب بنات مفك مصلب مفك عادي لفك شو يا استاذ برغي بدها تفك برغي سلمى من وين بدها تفكه من خزانتها حلو ولم تتمكن من ذلك يا عين عليك يجب على سلمى استخدام مفك براغي يكون مقبضه أطول من مقبض المفك المستخدم أقصر من مقبض المفك المستخدم أكثر سمكا من سمك المفك المستخدم أقل سمكا من سمك المقبض المستخدم أعيد لكم السؤال ووضح لكم إياه شباب بنات أنا عندي برغي تمام؟ هيك شكل البرغي بيكون هو بالخزانة صح؟ هيك بيكون شكله تمام؟ أنا جبت مفك سمك هذا المفك أستاذ العزيز لهون تقريبا هاي هذا هو سمك المفك تمام التمام؟ اجيت انا يا استاذ العزيز حطيت هالمفك جوا هالبرغي وبدي افك فيه بفك, بفك 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 وسمك المفك من هون هذا سمك المفك هالقد تقريبا تمام لاحظ يا استاذ العزيز انه نصف القطر لسمك المفك يا استاذ العزيز اعتبره واحد متر تقريبا واحد سنتيمتر شو اللي واحد متر واحد متر هالقد في مفك القد اعتبره واحد سنتيمتر يا شي يلا بدي اغيرها هي واحد سنتيمتر مية بالمية يا استاذ مية بالمية طيب استاذي العزيز بدنا نكون متفقين انا وياكم على شغله انا لما بدي اجي افك هذا البرغي يا استاذ انا شو قاعد عم بعمل انا بدي احدث دوران فيه انا بدي هذا البرغي يدور لانه اذا دار بينفك فهمت علي اذا دار بينفك البرغي طيب يا استاذ العزيز علشان يدور هذا الجسم علشان احدث دوران في هذا الجسم شو لازم اعمل لازم يا أستاذ العزيز أأثر عليه بعزم دوران طب عزم الدوران يعتمد على القوة اللي أنت بتشد فيها وعلى متجه الموقع اللي هو المسافة بين محور الدوران ونقطة تأثير القوة تمام؟ في ساين الزاوية صح ولا مش غلط؟ صح يا أستاذ العزيز طيب هسه يا أستاذ العزيز لاحظ أنا إذا زدت نصف القطر هذا بزيد عزم الدوران وبالتالي يا أستاذ العزيز بتزيد إمكانيتي على إحداث دوران لهذا الجسم كل ما زاد عزم الدوران كل ما قدرت أفك بالمفك طب كيف أزيد عزم الدوران؟ زيد R عشان تزيد R بدك تكبر سمك المفك يا أستاذ بدل ما تستخدم لي مفك صغير تكبر سمكه لانك اذا كبرت سمكه بكل بساطه رح يكبر يا استاذ العزيز عندك ار يصير 2 سم مثلا اذا كبرت ار بكبر عزم الدوران يا استاذ العزيز وعزم الدوران كل ما كبر بكل ما زادت امكانيتك على احداث دوران في هذا البرغي وبنفك معك اذا لازم استخدم مفك اكثر سمكا من سمك الـ ايش وين اكثر سمكا من سمك الـ ايوه اكثر سمكه من سمك المقبض المستخدم يا استاذ العزيز تمام التمام حلو حلو يا استاذ العزيز يعني انا ايش بسوي بروح بستخدم مفك اكبر من وين القلم والله غير اجي اشرح لكم اياه لاني لما انا استخدم مفك يا استاذ اكبر سمكة من مقبض المس... المفك المستخدم راح تزيد ار لما تزيد ار بيزيد العزم فبالتالي يا استاذ العزيز بسهل احداث الدوران في هذا الجسم نيجي انا وياك يا استاذ العزيز على السؤال اللي بعده بقول لك يستخدم خالد مفتاح شد لفك صامولة إطار سيارة ولم يتمكن من ذلك يجب على خالد استخدام مفتاح شد يكون مقبضه قبل ما تقول لي يا أستاذ العزيز يكون مقبضه هو أطول من بيني هاي أنا عندي صمولة تمام وهاي مفتاح بدنا نفك يا أستاذ العزيز هذه الصمولة تمام تمام هذا محور الدوران هذا هو محور الدوران الصمولة نفسها مية بالمية أنا بدي أثر على هذا المقبض بقوة ليش عشان يص... أثر عليها بعزم عشان احدث الدوران يا استاذ العزيز صح ولا لا صح طيب المسا... العزم يا استاذ العزيز يعتمد على القوه ومحور الدوران وساين الزاويه صح ولا لا صح طيب يا استاذ العزيز ركز انت وياها الار هذه هي المسافه بين محور الدوران ونقطه تاثير القوه هاي هي ار تمام التمام تمام التمام طيب لو انا زودت طول المقبض هذا يا استاذ العزيز زودته مش صح راح تزيد ار راح تزيد طب اذا زادت ار يا استاذ العزيز بده يزيد العزم طب شو يعني يزيد العزم يعني بيزيد امكانيه احداث دوران في هذا الجسم فبالتالي يا استاذ العزيز بحكي لي يجب على خالد استخدام مفتاح شد اطول من مقبض مفتاح الشد المستخدم تمام لازم اطول هذا المقبض 100% يا استاذ اخر شيء وين اخر شيء خلص خلصنا نيجي هسه انا وياكم على السؤال اللي بعده وركز انت وياها مع منيح يلا وصلنا انا وياكم للسؤال رقم تسعة من اسئله الوحده سؤال مهم جدا ركزوا شباب بنات معي فيه يلا بيحكي لي هذا السؤال الشكل المجاور يبين طب وين الشكل المجاور هي الشكل المجاور يا استاذ العزيز طب ايش يبين الشكل المجاور بيقول لي يبين قوتين متساويتين مقدارا ومتعاكستين اتجاها يعني شايفين هذا الجسم هذا الجسم بتاثر عليه قوتين هذول القوتين متساويات بالمقدار متعاكسات بالاتجاه فأستاذ العزيز هي القوة الأولى وهي القوة الثانية لو كانت القوة الأولى اثنين نيوتن إذا القوة الثانية أستاذ العزيز كمان راح تكون اثنين نيوتن لأنه حكي لي بالسؤال متساويات بالمقدار صح ولا لا صح تمام طب يا أستاذ العزيز لاحظ أن القوة الأولى بتأثر على هذا الجسم باتجاه البلاس إكس والقوة الثانية بتأثر على هذا الجسم باتجاه السالب إكس يا أستاذ العزيز حلو طيب بيحكي لي يا استاذ العزيز هذول القوتين هذول القوتين تؤثران على بعد متساوي من مركز كتلة يا استاذ العزيز جسم موجود على سطح املس هذا الجسم له مركز كتلة طب وين مركز كتلة هذا الجسم راسم لك اياه بالسؤال حاط لك اياه بالمنتصف وحاط لك جنبها سي ام يا استاذ العزيز شو يعني سي ام يعني سنتر اوف ماس يعني هون مركز الكتله شو يعني يا استاذ العزيز انه هذول القوتين يؤثران على هذا الجسم على بعد متساوي من مركز الكتله يعني يا استاذ العزيز باختصار البعد او المسافه بين القوه الاولى ومركز الكتله يساوي البعد بين القوه الثانيه ومركز الكتله وبدهاش كثير تحليل اساسا لانه هو قايل لك انه المسافه من هون لهون ار والمسافه من هو هون لهون آه ار يا استاذ العزيز كانه عم بحكي لك استاذ العزيز انه هذه المسافه تساوي هاي المسافه تمام تمام اذا يا استاذ العزيز لو اعتبرنا انه المسافه بين مركز الكتله والقوه الاولى 2 متر هذا يعني انه المسافه بين مركز الكتله والقوه الثانيه كمان 2 متر لانه متساويات من المسافه صح ولا لا صح سؤالي لكم يا اذكياء وين محور الدوران؟ صح انا وياكم اتفقنا اذا كان الجسم بيتاثر بقوتين متساويات بالمقدار متعاكسات بالاتجاه وخط عملهما غير منطبقين فهذا الجسم يقع تحت تاثير عزم الازدواج مش صح حكيت لك بعزم الازدواج دائما وابدا محور الدوران بالمنتصف؟ طب يا استاذ العزيز اذا هذا الجسم يقع تحت تاثير عزم الازدواج اذا محور الدوران بالمنتصف طب شو عندي بالمنتصف عندي مركز كتله بالمنتصف هذا يعني انه محور الدوران عند مركز كتله هذا الجسم يا استاذ العزيز صح ولا لا صح طيب شو مطلوب منا خلينا نكمل شوف شو مطلوب منا بالسؤال بقول لك اي الجمل الاتيه تصف بشكل صحيح حالة الجسم الحركية اللي قدامك تمام؟ أول خيار إيش بقول لك؟ بقول لك هل هذا الجسم في حالة اتزان سكوني حيث القوة المحصلة المؤثرة فيه تساوي صفر يعني قاعد بيسألك هل هذا الجسم بحالة اتزان سكوني؟ عشان أنا أتأكد يا أستاذ العزيز أنه هذا الجسم بحالة اتزان سكوني لازم أطبق على شروط الاتزان إذا تحققت هذا يعني الجسم بحالة اتزان سكوني إذا ما تحققت هذا يعني انه الجسم مش بحاله اتزان سكوني، طب شو هي شروط الاتزان؟ الشرط الاول انه محصله القوى الخارجيه تكون صفر، والشرط الثاني انه العزم المحصل كمان يكون صفر، تعال نفحصهم انا وياك وحده وحده، يلا. يعني. تعال نجمع انا وياك هذول القوتين، لازم بس اجمعهم يا استاذ العزيز يعطيني الجواب صفر، صح ولا لا؟ صح. طيب القوة الأولى يا أستاذي العزيز قديش مقدارها؟ اثنين بأي اتجاه؟ باتجاه البلس اكس بعوضها اثنين القوة الثانية قديش مقدارها؟ اثنين بأي اتجاه؟ باتجاه السالب اكس بعوضها سالب اثنين اثنين ناقص اثنين يساوي صفر ولا لا؟ يساوي صفر إذا الشرط الأول اتحقق هذا الشرط اتحقق تعال يا أستاذ العزيز نفحص الشرط الثاني يلا الشرط الثاني بيقول لك انه العزم المحصل لازم يكون عندك صفر، طب كم عنده قوه انا قوتين واحد اثنين، طيب يا أستاذ العزيز اذا عنده قوتين كم عزم عندي عندي عزمين فأستاذ العزيز العزم المحصل هو عزم القوه الاولى زائد عزم القوه الثانيه لازم يساوي صفر اذا ما ساوى صفر معناته يا استاذ العزيز هذا الجسم مش متزن تعالوا نفحص خلينا نحسب عزم القوه الاولى لحال عزم القوه الاولى يساوي القوه الاولى المؤثره في هذا الجسم في متجه الموقع في ساين الزاويه صح ولا لا صح ويساوي القوه الاولى قد ايش مقدارها اثنين ضرب متجه الموقع يا استاذ العزيز <applause> يعني المسافه بين محور الدوران ونقطه تاثير القوه الاولى هي 2 متر ضرب 2 ضرب يا استاذ العزيز ساين الزاويه افتح قوس الزاويه يا استاذ العزيز بين امتداد متجه القوه وامتداد متجه الموقع الزاويه 90 درجه صح ولا لا صح بنحكي عن ساين 90 وهو يساوي 1 طب 2 ب 2 يساوي 4 اذا عزم القوه الاولى يساوي 4 نيوتن في متر خلصنا لا بدنا اتجاه العزم من ار لاف انت عم تتحرك يا استاذ العزيز مع عقارب الساعه فالجواب السالب تمام تمام اذا هيك انت طلعت عزم القوه الاولى طيب تعالوا نطلع عزم القوه الثانيه عزم القوه الثانيه يساوي القوه الثانيه اثنين يا استاذ العزيز في طلاب بيغلطوا بروحوا بنغروا بالسالب هاي بحطها سالب اف بعوضها دير بالك هل شفتني مره بدرس عزم عوضت اتجاه القوة ما بضبط تعوض اتجاه القوة، دير بالك بتخربط اتجاه العزم، أنت بتضر اتجاه العزم إذا عوضت اتجاه القوة، فدير بالك تعوض اتجاه القوة، تمام؟ في طلاب بتروحهم بتخربط وتعوضها بدل 2 سالب 2 قال لأنها باتجاه السالب اكس، دير بالك ولا مرة بحياتك تعوضت اتجاه القوة بدرس عزم الاتزان، فدير بالك أنك تعوض اتجاه القوة، نزلها بمقدارها، اثنين ضرب متجه الموقع المسافة بين محور الدوران ونقطة تأثير القوة الثانية اللي هي اثنين يا أستاذي العزيز، ضرب ساين التسعين يا استاذ العزيز 100% ساين التسعين ليش؟ لانه هاي امتداد متجه القوه يا استاذ العزيز رقم اثنين وهي امتداد متجه الموقع الزاويه هون 90 درجه. طيب هاي بتروح بواحد تمام؟ شو بضل عندك؟ بضل عندك العزم الثاني يساوي 4 نيوتن في متر، خلصنا؟ لا بدنا الاتجاه، اتجاه العزم من ار لاف انت ماشي مع قارب الساعة اذا بالسالب حلو حلو طيب تعال هسه يا استاذ العزيز إسمع عزم القوه الاولى زائد عزم القوه الثانيه اذا طلع الجواب صفر يعني الجسم في حاله اتزان سكوني طلع الجواب مش صفر يعني الجسم مش بحاله اتزان سكوني تمام تمام يلا العزم القوه الاولى طلعت معنا سالب أربعة سالب أربعة عزم القوه الثانيه طلعت معنا سالب أربعة سالب أربعة سالب أربعة يا استاذ العزيز شو بنسوي سالب 4 سالب 4 على الاله حاسبه بعقلك ايش الجواب سالب 8 سالب 8 نيوتن في متر هل الجواب طلع صفر الجواب ما طلع صفر اذا يا استاذ العزيز هذا الجسم اللي قدامك مش بحاله اتزان سكوني تمام اذا مباشره شو بعمل طلع شو بعمل بقول له هون الجسم بحاله اتزان سكوني استثني بقول لي هون الجسم في حاله اتزان سكوني استثني بضل عندي خيارين با ودال هسا هذا لهون الجسم ليس في حاله اتزان سكوني صحيح طب طلع هون شو اللي بيجي بحكم عندي بقول لي ويبدا الدوران بعكس اتجاه حركه عقارب الساعه لاحظ انه الجسم بدور مع عقارب الساعه صح ولا لا صح الجسم قاعد بدور مع عقارب الساعه اذا هذا الخيار كمان غلط فالخيار الصحيح هو الخيار الاخير انه الجسم ليس في حاله اتزان سكوني ويبدا الدوران باتجاه حركه عقارب الساعه تمام تمام يلا السؤال اللي بعد بالسؤال اللي بعده استاذ العزيز شو بيحكي لي بيقول لي عندي هذا السؤال هيك كاملها هذا بدي اشرح لك اياه بيقول يا استاذ العزيز بهذا السؤال انه انا عندي مسطره متريه شو يعني متريه يعني طولها متر طولها واحد متر تمام والمتر كم سنتي فيه يلا قول لي 100 يا استاذ من هون لهون 100 سم حلو حلو بقول لي يا استاذ العزيز انه هذه المسطره منتظمه متماثله تمام اذا هذه المسطره يا استاذ العزيز شو منتظمه متماثله تمام 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 ركز انت وياها بقول لي ترتكز على نقطة عند التدريج 25 سم يعني هذه المسطرة ترتكز يا استاذ العزيز عند التدريج 25 سم اذا هون يا استاذ العزيز التدريج على المسطرة 25 سم هون 10 هون 20 عند 25 هاي المسطرة ترتكز يا استاذ العزيز على حجر مثلث اللي بدك اياه على جسم ترتكز على جسم 100% 100% هذه المسطره معلقين عليها كتله وين عند التدريج صفر هيو علق ثقل كتلته نص كيلوغرام عند التدريج صفر سنتيمتر هي التدريج صفر سنتيمتر هذه يا استاذ العزيز كتله مقدارها نص كيلو جرام تمام 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 بقول لك يا استاذ العزيز اركز انت وياها بالكلمه هاي فاتزنت افقيا، شو يعني اتزنت افقيا؟ يعني هذا بنحل على الاتزان، ما عنديش غير قانونين، العزم المحصل يساوي صفر والقوة المحصلة تساوي صفر والعزم المحصل يساوي صفر، هذول هم قوانين الاتزان، تمام؟ يعني مستحيل هذا السؤال ينحل من خارج هذول القانونين. طيب، كما هو موضح في الشكل المجاور، طلع شو بيسألك؟ طلع شو بقول لك؟ بقول لك إن مقدار كتلة المسطرة المترية شو يساوي؟ شباب بنات المسطرة هاي مش جسم ولا مش جسم؟ جسم، طب إلها إيه كتلة؟ طبعاً إلها إيه كتلة، بقول لك احسبها. هسا أول إشي بدك تكون عارف إنه حاكي لي إنه هذه المسطرة يا أستاذ العزيز مسطرة منتظمة. شو يعني؟ يعني أنا وياكم اتفقنا إنه مركز الكتلة للجسم المنتظم وين بيكون؟ في منتصفه طيب يا أستاذ العزيز إذا مركز الكتلة لهذا الجسم بيكون في منتصفها طب هاي الجسم طولها 100 سم وين نصها نصها او منتصفها عند ال 50 سم مش نص ال 150 طيب وين ال 50 سم هاي ال 50 سم اذا هون مركز كتله هذه المسطره هيا هون يا استاذ العزيز السنتر اوف ماس السنتر اوف ماس مركز الكتله لهذا المسطره عند التدريج 50 يا استاذ العزيز تمام تمام طيب يا استاذ ركز انت وياها معي صح انا وياكم اتفقنا بتعريف مركز الكتله انه مركز الكتله هو النقطه الموجوده على الجسم يا استاذ العزيز اللي يمكن اعتبار انه كتله الجسم كامله مركزه فيها يعني كتله المسطره هاي كامله مركزه في مركز كتلتها فلو كانت هاي الكتله المسطره كتلتها 10 كيلوغرام وجيت قلت لك وين يا استاذ العزيز الكتله هاي مش كتله المسطره 10 كيلوغرام وين بالضبط يا استاذ العزيز بتقول في مركز كتلتها صح ولا لا صح اذا كتله المسطره وين مركزه في مركز كتلتها تمام التمام طب انا وياكم مش اتفقنا انه اي جسم بالدنيا له كتله بيتاثر بقوه يا استاذ العزيز اسمها قوه الجاذبيه صح صح حكيت لك انه هاي القوه تساوي كتله الجسم هذا نفسه بتسارع الجاذبيه اللي هو 10 متر لكل ثانيه تربيع صح ولا لا صح طيب يا استاذ لازم امسح لي هذا اللوح، خلينا انا وياك نكون متفقين على شيء، انه هذا الجسم يا استاذ العزيز اللي كتلة المسطرة تتأثر بقوة جاذبية، صح ولا لا؟ اللي هي اف جي، وشو تساوي؟ تساوي كتلة المسطرة اللي أنا بدي اياها في تسارع الجاذبية، حلو؟ حلو. لاحظ يا أستاذ العزيز إنه المسافة بين، طبعا هسا يا استاذ العزيز لو بدنا ندور هاي المسطرة من وين بدها تدور؟ من وين قل لي؟ من عند النقطة اللي بترتكز عليها المسطرة، صح ولا لا؟ صح. فهذا بدي أعتبره محور الدوران. طيب لاحظوا استاذ العزيز انه المسافه بين محور الدوران ونقطه تاثير قوه الجاذبيه يا استاذ العزيز تساوي المسافه بين محور الدوران ونقطه تاثير قوه الجاذبيه على الجسم الثاني صح ولا لا صح يعني المسافه من هون لهنا 25 سم طيب من ال 25 لل 50 قديش كمان 25 سم اذا المسافه هنا خمسة 25 سم وهون 25 سم طيب يا استاذ العزيز هو شو طالب منك باختصار عشان ما توجعش راسك طالب منك توجد الكتله تمام تمام طبعا هذا السؤال بنحل بالنظر هسه بالاخر بقول لك كيف بتحله بالنظر بس انا بحب اعطيك الطريقه العلميه بقول لك يا استاذ العزيز انه العزم المحصل يساوي صفر صح ولا لا صح انا عندي قوتين يعني. اذا كان عزم عندي عندي عزم القوه الاولى زائد عزم القوه الثانيه يساوي صفر هذا هو قانون الاتزان تعال احسب عزم القوه الاولى عزم القوه الاولى يساوي يا استاذ العزيز هاي القوه الاولى بدي اعتبرها هاي يساوي أستاذ العزيز القوة الجاذبية اللي بتأثر بهاي القوة اللي هي اف جي تساوي الكتلة نفسها نص ضرب عشرة تمام نص ضرب عشرة يعني خمسة صح ولا لا صح إذا القوة القوة للجسم الأول خمسة يا سلام خمسة نيوتن ضرب إيه متجه الموقع المسافة بين محور الدوران ونقطة تأثير القوة يا أستاذ العزيز اللي هي 25 سم صح ولا لا؟ 25 ضرب 10 قوة ناقص 2 ضرب ساين الزاوية، الزاوية يا أستاذ العزيز بين امتداد متجه الموقع أر وامتداد متجه القوة انت بدك تمد من تحت صح صح قديش الزاوية هون 90 درجة انت بتحكي عن 90 فهي كل هيك راحت بواحد اذا يا استاذ العزيز ركز عزم القوة الاولى شو يساوي 5 في 25 125 ضرب 10 قوة ناقص 2 صح نيوتن في متر خلصنا لا بدنا اتجاه العزم من ار لاف يا استاذ العزيز انت بتتحرك بعكس عقارب الساعة اذا الجواب بالموجب صح صح عزم القوة الثانية يساوي القوة الثانية اللي هي ام في جي، ام اللي انت بدك اياها جي اللي هي 10 صح ولا لا؟ صح. في متجه الموقع المسافة بين محور الدوران كمان ضرب 25 ضرب 10 قوة ناقص 2 25 سم ضرب يا استاذ العزيز ساين 90 صح؟ صح لانه يا استاذ العزيز الزاوية بين امتداد متجه الموقع ا وامتداد متجه القوة اف 90 درجة صح ولا لا؟ صح. طيب هذه راحت في واحد شو بضل عندك بضل عندك يا استاذ عزم القوه رقم 2 يساوي 10 ب 25 250 مضروبه بالكتله ام ضرب 10 قوه ناقص اثنين خلصنا لا بدنا اتجاه العزم من ار ل F انت بتتحرك مع عقارب الساعه يعني الجواب بالسالب صح صح شكرا لك طب اجمعهم يا استاذ العزيز يلا عزم القوه الاولى 125 ضرب 10 قوه ناقص اثنين ناقص 250 ام اللي بدك اياه انت ضرب 10 قوه ناقص 2 تمام ويساوي صفر انقل على الطرف الثاني بس انا عندك 125 ضرب 10 قوه ناقص 2 يساوي 250 ضرب 10 قوه ناقص 2 في ام اللي انت بدك تحسبها يا استاذ العزيز اقول لك اقسم الطرفين هذول على 250 ضرب 10 قوه ناقص 2 وهذا الطرف على 250 بشتغل الرياضيات قاعد معك يا استاذ هذولا بيطيروا مع بعض هذولا بيطيروا مع بعض والعشرة قوة ناقص اثنين بتروح مع العشرة قوة ناقص اثنين بضل عندك أم تساوي مية وخمسة وعشرين على مئتين وخمسين مية وخمسة وعشرين على مئتين وخمسين والجواب يساوي نص كيلو إكرام تمام 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 على الآلة حاسبة، إذا الجواب شو بده يكون أستاذ العزيز؟ نص كيلو جرام. طيب، حليناه بشكل علمي، الطالب الذكي الشاطر الطاير اللي بده يسمعني هالكلمتين لأنه بحله بالنظر. طيب شباب بنات ركزوا معي منيح بالكلام اللي بدي أحكيه، بدي أعلمكم كيف مثل هيك أسئلة بتنحل بالنظر أساساً، ومش بس هيك، الكلام اللي حتسمعوه هسا مهم جدا يا أستاذ العزيز ممكن تستفيد منه بشكل كبير لو الوزارة جابت لكم أسئلة بهذه الأفكار الكلام اللي حتسمعوه هسه مهم جدا يا أستاذ العزيز اللي بركز بيستفيد واللي ما بركز بتروح عليه يلا أستاذ العزيز لو إجاك سؤال حكالك إنه في عندك جسم هذا الجسم بأثر عليه قوتين بنفس الاتجاه من هون تمام هاي القوة الأولى وهي القوة الثانية تمام 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 وهي يا استاذ العزيز محور الدوران اسمع الشرط يا استاذ العزيز هسا انا بدي احط لك شرطين هذول الشرطين لازم يتحققوا عشان الكلام اللي بدي احكيه يكون صحيح شو من الشرطين اول شرط يا استاذ العزيز انه المسافة بين محور الدوران ونقطة تأثير القوة الاولى تكون يا استاذ العزيز تساوي شو تساوي المسافة بين محور الدوران ونقطه تاثير القوه الثانيه بمعنى متجه الموقع للقوه الاولى يساوي متجه الموقع للقوه الثانيه بعيد لازم يكون متجه الموقع للقوه الاولى يساوي متجه الموقع للقوه الثانيه هذا الشرط الاول الشرط الثاني انه يحكي لك يا استاذ العزيز انه هذا الجسم متزن جسم متزن يا استاذ العزيز هذول الشرطين تمام اذا حكى لك اياهم لحالك تستنتج انه القوه الاولى تساوي القوة الثانية أساسا يا أستاذ العزيز لو ما كانت القوة الأولى تساوي القوة الثانية لا يمكن الجسم يتزن اتخيل معي أنه في واحد اسمه أحمد بشد هذا الجسم بقوة مقداره 2 نيوتن في واحد اسمه علي بشد هذا الجسم يا أستاذ العزيز بقوة مقداره 10 نيوتن لمين تتوقع هذا الجسم يميل؟ لأحمد ولا لعلي؟ لي طبعا لعلي لأنه علي قوته أكبر فهذا الجسم راح ي... راح يتحرك باتجاه علي يا أستاذ العزيز فراح يميل الجسم ما راح يتزن. متى بيتزن؟ إذا كانت القوتين يا أستاذ العزيز يساوي بعض، إذا كان القوتين اثنين نيوتن، هون بيتزن. طيب، بما أنه يا أستاذ العزيز هذول القوتين متساويات، فأف واحد تساوي أف اثنين صح؟ طيب، أف واحد شو تساوي؟ تساوي الكتلة الأولى في جي في تسارع الجاذبية وتساوي الكتلة الثانية في تسارع الجاذبية طيب تسارع الجاذبية طار مع تسارع الجاذبية اللي هون طار شو بضل عندك بضل عندك الكتلة الأولى تساوي الكتلة الثانية طيب وين الكتلة الأولى بسؤالنا هاي الكتلة الثانية وين الكتلة الثانية بسؤالنا يا أستاذ العزيز هاي الكتلة الأولى والكتلة الثانية اللي هي مركز الكتلة هاي يا أستاذ العزيز اللي أنا كنت أدور عليها اللي هي تساوي نص بما إنه هاي تساوي نص هاي تساوي نص تمام تمام التمام فلما أنا يكون في عندي جسم يا أستاذ العزيز متجه الموقع اللي على اليمين يساوي متجه الموقع اللي على اليسار وهذا الجسم قال لك متزن لحالك لازم تعرف انه الكتله الاولى تساوي الكتله الثانيه وخلصنا بالنظر على اللي بعده يلا ركز انت وياه المعلومات اللي حكيتكم اياها اكتبوها استفيدوا منها راح تستفيدوا منها باذن الله تعالى بمعنى لو اجا استاذ العزيز جاب لي سؤال قوتين بتاثر على هذا الجسم مثلا وهي 2 نيوتن لا ما احكيليش القوه هي اف وهي اف وهي محور الدوران هون 2 متر يا استاذ العزيز وهون 4 متر وقال لي انه هذا الجسم متزن بينفع تحكي لي يا استاذ العزيز انه القوه الاولى تساوي القوه الثانيه بقول لك لا لانه الابعاد مش متساويه لا تجلطني يلا نروح انا وياك يا استاذ العزيز على اي سؤال توهت انا بين الاسئله شو عندنا هون خلصنا طيب اه هون بقول لك جسيماني نقطيان البعد بينهما ار اذا علمت ان ام واحد تساوي أربعة ام 2 يعني كتله الجسم الاول تساوي اربع اضعاف كتله الجسم الثاني يعني يا استاذ العزيز الجسم الاول اكبر من الجسم الثاني تمام الجسم الاول اكبر من الجسم الثاني يا استاذ العزيز وبينهم مسافه يا استاذ العزيز اسمها ار تمام تمام بيسألك بيحكي لك فإن موقع مركز الكتلة يكون في منتصف المسافة بين الجسمين بين الجسمين وأقرب إلى واحد بين الجسمين وأقرب اثنين إلى أم إلى آخره أستاذ العزيز وين مركز الكتلة قبل شوي أعطيتك قاعدة لحاجة التنساء قلت لك يا أستاذ في الأجسام الغير منتظمة دائما وأبدا مركز الكتلة يكون أقرب إلى الكتلة الأكبر تمام؟ فما وين الكتلة الأكبر أم واحد فمركز الكتلة بيكون أقرب لإلها يا أستاذ العزيز طيب وين الجواب الصحيح؟ مركز الكتلة هاي بين الجسمين وأقرب إلى أم واحد تمام تمام التمام طيب نيجي أنا وياكم على السؤال اللي بعده بقول تؤثر ثلاث قوى لها المقدار نفسه طلع لها المقدار نفسه هذول أف واحد يساوي أف اثنين يساوي أف ثلاثة تمام في اطار قابل للدوران حول محور ثابت عمودي يمر بالصفحه يعني قصده محور دوران بس حكي زياده في مركزه اي هذه القوه يكون عزمها الاكبر مين عزمه اكبر عزم القوه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه يا استاذ العزيز عزم القوه الاولى يساوي القوه الاولى نفسها في متجه الموقع في ساين الزاويه صح صح عزم القوه الثانيه استاذ العزيز شو يساوي يساوي القوة الثانية في متجه الموقع في ساين الزاوية حلو حلو عزم القوة الثالثة يساوي عز... القوة الثالثة في متجه الموقع في ساين الزاوية تمام التمام تمام التمام تمام لاحظ يا أستاذ العزيز إنه حاكي بالسؤال إن مقدار القوة لها نفس المقدار فهذا الحكي أنا مقدار العزم ما بيعتمد على القوة لأنه هذه اثنين وهذه اثنين وهذه اثنين تمام فلحد الآن متساويات معي حلو حلو متجه الموقع المسافه بين محور الدوران ونقطه تاثير القوى الثلاث متساويه يا استاذ العزيز تمام هي المسافه بين محور الدوران ونقطه تاثير القوه الاولى تساوي المسافه بين محور الدوران ونقطه تاثير القوه الثانيه والمسافه بين محور الدوران والقوه الثالثه كمان متساويه تمام يعني دور الثلاث قوى باثروا على نفس النقطه يا استاذ تمام إلهم نفس موقع تاثير القوه طيب اذا كمان يا استاذ العزيز ار هنا تساوي ار تساوي ار فهون يا استاذ العزيز بدي اشطبهم تمام لانه الارات متساويه شو بضل عندي بضل يا استاذ العزيز كيف احكم انا مين عزمه اكبر القوه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه من الزاويه لانه الزوايا مختلفه هون تمام من خلال يا استاذ العزيز ساين الزاويه يعني اللي ساين الزاويه إله اكبر هو عزمه اكبر تمام تمام خلينا بتذكر انه دائما وابدا اكبر ساين زاويه هي ساين ال90 راح تعطينا واحد تمام تمام طيب مين يا استاذ العزيز القوه اللي بتصنع زاويه مقدارها ساين 90 مع امتداد متجه الموقع اللي هي القوه يا استاذ العزيز رقم ثلاثة لانه هي امتداد متجه الموقع ار وهي يا استاذ العزيز امتداد متجه القوة ثلاثة فالزاوية بينهم هنا 90 درجة تمام؟ فأكبر ساين زاوية بين هذول الثلاثة هي ساين القوة يا أستاذ العزيز رقم ثلاثة وين؟ هي هذا هذه يا أستاذ العزيز هي أكبر ساين ممكن تعطينا إياهم تمام؟ فعزم القوة رقم ثلاثة أستاذ العزيز هو أكبر عزم أساسا عشان تكون فاهم إذا بتلاحظوا بتدقق أستاذ العزيز إنه القوة الأولى ما لها عزم أساسا لأنه خط عملها يا أستاذ العزيز بمر في محور الدوران مش خط عملها بمر في محور الدوران هسه بفهمك كيف بالسؤال اللي بعده أنت بتعرف ليش بس أنا راح أقول لك لأنه قلت لك يا أستاذ العزيز يا إذا أستاذ العزيز قبل ما أشرح لك الفكرة هاي وين الجواب الصحيح إنه أف ثلاثة مية 100% 100% طيب ركز انت وياي مش انا قلت لك يا استاذ العزيز انه لما يكون في عندي جسم القوه اللي بتاثر على محور الدوران ما لها عزم صح عزمها يساوي صفر طيب قوه يا استاذ العزيز بتاثر بهذا الشكل انا وياك خلينا دائما وابداً نكون متفقين هاي متجه الموقع صح المساله بين ونقطه تاثير القوه اذا كان يا استاذي العزيز الزاويه اللي بيصنعها امتداد متجه القوه او خط عمل القوه مع امتداد متجه الموقع 180 يا استاذ العزيز فعزم هاي القوه صفر لانه اساسا ساين ال 180 يساوي صفر صح تمام انت لما تضرب القانون بصفر كله بيطلع بصفر حلو حلو كمان لما يا استاذ العزيز تاثر بقوه بهذا الشكل يعني متجه هاي القوه تمام يعني يا استاذ العزيز خلينا نمسح عشان تكون مر واضحه بالنسبه لك يا انا في عندي يا استاذ العزيز جسم تمام هي جسم يعني عليك وهي محور الدوران انا يا استاذ العزيز اثرت على هذا الجسم بقوه بهذا الشكل تمام تمام متجه الموقع يا استاذ العزيز هي هذا هو متجه الموقع لما يا استاذ العزيز تكون الزاويه بين القوه ومتجه الموقع صفر هذا يعني انه القوة هاي ما لها عزم لأنه ساين الصفر شو يساوي؟ يساوي صفر تمام 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 التمام طيب نيجي يا أستاذ العزيز على السؤال بعد بعده بقول لك كرة مصمتة ايش أستاذ العزيز بقول لك؟ بقول لك كرة مصمتة وكرة مجوفة يعني أنا عندي كرتين واحدة مصمتة واحدة مجوفة أول شيء بيحكي لي يا أستاذ العزيز لهم الكتلة نفسها ونصف القطر نفسه خلينا نعتبر إنه إلهم الكرتين هذول كتلة مقدارها واحد كيلو جرام ونصف قطر مقداره 2 متر يعني كتله الكره المصمتة تساوي كتله الكره المجوفه والاثنين بيساوي 1 كيلوغرام نصف القطر للكره المصمطة يساوي نصف القطر للكره المجوفه والاثنين بيساوي 2 متر تمام تمام يلا هسيش ايش بيقول لك تدوران بمقدار السرعه الزاويه نفسها يعني إلهم نفس السرعه الزاويه السرعه الزاويه للكره المصمطة تساوي السرعه الزاويه للكره المجوفه تمام تمام بقولك لك يا استاذ العزيز السؤال هيو ركز اي الكرتين مقدار زخمها الزاوي اكبر من عاش استاذ فزلك روح احسب الزخم الزاوي للكره المصمطه تمام واحسب الزخم الزاوية للكرة المجوفة وشوف شو بصير، زخم الزاوية للكرة المصمت يساوي القصور الدوران للكرة المصمت بالسرعة الزاوية، والزخم الزاوي للكرة المجوفة يا أستاذ العزيز شو يساوي؟ يساوي القصور الدوران للكرة المجوفة بالسرعة الزاوية، تعال يا أستاذ العزيز احسب هون يلا، الواحد بدي أعطيها إيش؟ كرة مصمت الواحد من هسا الكرة مصمت يساوي القصور الدوران للكرة المصمتة خلينا نتذكرها بس، ايوه 2 على 5 ام ار تربيع، طبعا هي يا استاذ العزيز بكون معطيك بالامتحان، 2 على 5 في ام ار تربيع، يعني كتلة الجسم في نصف القطر تربيع، طيب كتلة الجسم قديش يا استاذ؟ واحد. طيب نصف القطر تربيع يعني اربعة، تمام؟ في السرعة الزاوية نفسها، خلينا نعتبر احنا بس الاثنين بيتحركوا باثنين راد لكل ثاني تمام؟ تمام. هم الاثنين بيتحركوا بنفس السرعة، اي باثنين. تمام التمام، حلو. الواحد يا استاذ العزيز، 2 في 4، ثمانية 8 يا استاذ العزيز ب 2 16 اذا 16 على 5 حلو ويساوي على اله حاسبه معك اله حاسبه ها يلا افتح جاي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد طيب 16 تقسيم 5 3.2 3.2 3.2 وحده الزخم الزاوي كيلو جرام دوت متر تربيع دوت متر تربيع على ثانيه طيب الزخم الزاوي للكرة المجوفة شو تساوي؟ تساوي يا أستاذ العزيز 2 على 3 في كتلة الجسم اللي هي 1 كيلو جرام يا سلام في نصف القطر يا أستاذ العزيز 2 متر تربيع طبعا يعني في 4 ضرب يا أستاذ العزيز 2 2 في 4 8 2 في 4 8 8 يا أستاذ العزيز شوي بالله بس أشوف شغله طيب 8 2 في 4 8 في 2 16 يعني يا استاذ العزيز 16 على 3 ويساوي قديش 16 على 3 ايه شو 5 وشي ها شوف 16 تقسيم 3 5.3 تمام تمام 5.3 كيلو جرام دوت متر تربيع على ثانية يلا بنظرك يا استاذ العزيز الزخم الزاوي للكرة المجوفة قديش طلع معنا؟ طلع معنا الزخم الزاوي للكره المجوفه 5.3 طب الزخم الزاوي للكره المصمطه قديش طلع معنا يا استاذ العزيز 3.2 فالزخم الزاوي مين الزخم الزاوي له اكبر؟ اكيد يا استاذ العزيز المجوفه اكبر من الزخم الزاوي للكره المصمطه تمام؟ تمام اذا وين استاذ العزيز الخيارات؟ وين هي؟ ايوه الزخم الزاوي للكره المجوفه هاي المجوفه صح؟ ايوه اكبر من المصمطه، يعني مين اكبر؟ الكره المجوفه بس يعطيك الف عافيه تمام بس خلصنا طيب ركز لي انت وياها بالسؤال هذا لانه السؤال اللي جاي منهم قديش ماضي وقت يا ركز انت وياها بهذا السؤال شباب بنات بهذا السؤال بقول لك اقرا الفقره الاتيه ثم اجيب عن السؤالين الاتيين يلا شباب بنات انا في عندي هنا مسطره متريه هو حكي لي بالسؤال هي مسطره متريه تمام التمام تمام, تمام تمام هاي المسطره المتريه مصنوعه من مادتين من الخشب والفولاذ الجزء اللي موجود على اليمين هو الفولاذ والجزء الموجود على اليسار هو الخشب تمام تمام اذا الجزء الموجود على اليمين فولاذ يا استاذ والجزء الموجود على اليسار خشب حلو حلو تمام إيه وفي كمان مسطرة موجودة عندي بس المسطرة اللي تحت أستاذ العزيز بتفرق عن اللي فوق إنه الجزء اللي على اليسار هو الخشب والجزء اللي على الجزء اللي على اليمين هو الخشب والجزء اللي على اليسار هو الفولاذ مية بالمية شباب بنات مية بالمية طيب ركز أنت وياها بالكلام المهم جدا إذا شباب بنات أنا عندي مسطرتين مسطرة فوق ومسطرة تحت المسطرة اللي فوق رمزها إيه المسطرة اللي تحت رمزها بي يا أستاذ العزيزي بيسألكم مين أكبر القصور الدوراني للمسطرة إيه ولا القصور الدوراني للمسطرة بي طلع ما أتفه السؤال شباب بنات القصور الدوراني للمسطرة إيه يعتمد على كتلة المسطرة إيه ومتجه الموقع لمسطرة إيه اللي هي المسافة بين محور الدوران ونقطة تأثير القوة تمام تمام القصور الدوراني للمسطرة بي يعتمد على كتلة المسطرة بي في متجه الموقع اللي هي المسافة بين محور الدوران ونقطة تأثير القوة حلو شباب بنات حلو طيب أستاذ العزيز ركز أنت وياها بالكلام اللي بدي أحكيه هسة أنا ما بقدر أحدد مين قصوره أكبر المسطرة ايه ولا المسطرة بي من خلال متجه الموقع لانه متجه الموقع للمسطره A يساوي متجه الموقع للمسطره B يا استاذي العزيز، صح ولا لا؟ صح، فما بقدر من خلال متجه الموقع للمسطره A ومتجه الموقع للمسطره B اني احدد مقدار قصورهم، هم متساويات، صح ولا لا؟ صح، فبالتالي بهملهم ما لي العلاقة فيهم، تمام تمام؟ تمام، فبصف عندي يا استاذي العزيز انه القصور الدوراني للمسطره A يعتمد على كتله المسطره A القصور الدوراني للمسطره يعتمد على كتله المسطره بي يا استاذ العزيز طيب بدي اذكركم بكلمه مهمه جدا حكيت لكم اياها مليون مره شو هي الجسم الاصعب تحريكه له قصور اكبر تمام الجسم الاصعب تحريكه له قصور أكبر ليه يا أستاذ؟ لأنه القصور أساسا تعريفه شو؟ ممانعة الجسم من تغيير حالته الحركية كل ما يكون الجسم عنده ممانعة من تحريكه عنده ممانعة من تغيير حالته الحركية بيكون تحريكه أصعب فعشان هيك الجسم اللي تحريكه أصعب قصور الدوراني أكبر تمام تمام طب أنا بدي أسألكم سؤال في الحالة الأولى عند المسطرة إيه يا أستاذ العزيز في عندي جسم مصنوع من الفولاذ يعني زي الحديد وفي الحالة الثانية B عندي جسم مصنوع من خشب يا أستاذ أنا بأثر بقوة على الفولاذ علشان أحركه وبأثر بقوة على الخشب عشان أحركه بدي أسألكم سؤال منطقيا مين أصعب تحريك الحديد ولا الخشب الفولاذ ولا الخشب طبعا الحديد يا أستاذ العزيز طبعا الفولاذ أصعب تحريكه من الخشب فبالتالي يا استاذ العزيز الجسم الاصعب تحريكه قصوره اكبر فالقصور للمسطره ايه اكبر من القصور للمسطره بي يا استاذ العزيز اتفقنا؟ اتفقنا اذا يا استاذ العزيز الجواب الصحيح هو الف يا طيب بالسؤال يا استاذ العزيز 15 بيقول لي اي العلاقات الاتيه صحيحه حول مقداري التسارع الزاوي للمسطرتين تمام؟ يعني مين يا استاذي العزيز اكبر التسارع الزاوية للمسطرة A ولا التسارع الزاوية للمسطرة B؟ طيب ركز انت وياها معي يا استاذ اول اشي بدك تكون عارف انه انت بتعرف انه القصور الدوراني للمسطرة A اكبر من القصور الدوراني للمسطرة B حلو؟ حلو وانت هسه بدك تشوف مين اكبر التسارع الزاوي للمسطره أيه A ولا التسارع الزاوي للمسطره B طيب شو القانون اللي بيجمع بين القصور والتسارع هو قانون نيوتن الثاني العزم المحصل يساوي القصور الدوراني ضرب التسارع الزاوي طيب التسارع الزاوي والقصور الدوراني خلي لي كل واحد الطرف التسارع الزاوي يساوي العزم المحصل مقسوم على القصور الدوراني طيب شو العلاقه يا استاذ العزيز بين القصور الدوراني والتسارع الزاوي بتحكي علاقه عكسيه، بمعنى الجسم اللي له قصور اقل تسارع الزاوي اعلى، طب مين الجسم اللي له قصور اقل؟ الجسم B، هي القصور الدوراني للجسم B اقل من القصور الدوراني للجسم A، فالتسارع الزاوي للجسم B اكبر من التسارع الزاوي للجسم A، صح ولا لا؟ صح اي من خلال هذه العلاقة أنا بعرف الجسم اللي إله قصور دوراني أقل له تسارع زاوي إله تسارع زاوي العفو أكبر صح ولا لا صح طيب مين اللي قصور الدوراني أقل أنا وياكم اتفقنا أن القصور الدوراني للمسطرة إيه أكبر من القصور الدوراني للمسطرة بي فبالتالي التسارع الزاوي للمسطرة بي إيه إيش أستاذ العزيز انا خرب انا بلشت الخبط تمام ركز انت وياها معي هسه من خلال هذه العلاقه بقول لك انه القصور الدوراني اللي له قصور دوراني اقل له تسارع اكبر تمام تمام مين اللي قصور الدوراني هون اقل الجسم بي معناته له تسارع اكبر معناته تسارع الجسم بي اكبر من تسارع الجسم A. وخلص اعطيك الف عافيه استاذ طيب وين وين جوابنا الصحيح تسارع الجسم بي اكبر من تسارع الجسم A. شكرا لك هيوبا تمام تسارع الجسم بي اكبر من تسارع الجسم A. يلا يعني نروح انا وياك على السؤال اللي بعده بقول لك يا استاذ العزيز عندما تؤثر قوه في جسم فان عزمها يكون صفر عندما متى بيكون عزم القوه يا استاذ العزيز صفر في ثلاث حالات هي يا استاذ العزيز الجسم وهي محور الدوران اول حاله انه القوه يا استاذ العزيز تاثر في محور الدوران او خط عملها يمر بمحور الدوران تمام تمام طيب الحالة الثانية انها تأثر قوة على هذا الجسم يا استاذي العزيز يكون اتجاهها او اتجاه خط عملها يصنع زاوية 180 درجة مع متجه الموقع إذا كانت الزاوية هاي 180 درجة فهذا يعني أنه عزم هاي القوة يا أستاذ العزيز صفر ليش؟ لأنه الساين ال 180 راح يكون صفر تمام؟ راح يكون صفر والعزم يعتمد على مقدار ساين الزاوية صح ولا لا صح إذا كان صفر مقدار بخل بخلي العزم كله صفر الحالة الثالثة يا أستاذ العزيز إنك تأثر بقوة تصنع زاوية مع متجه الموقع صفر يعني يا استاذ العزيز تكون الزاويه بين متجه الموقع تمام بهذا الشكل بين متجه الموقع وبين القوه تكون الزاويه بينهم صفر فساين الزا الصفر يا استاذ العزيز يساوي صفر وبالتالي العزم كله بيكون صفر تمام تمام اذا شو الجواب الصحيح يا استاذ انه يمر خط عمل القوه بمحور الدوران على اللي بعده بقول لك يا استاذ العزيز يجلس طفلان على طرفي لعبه سيسو تمام تعرفوا لعبه السيسو طبعا بيقول لك شيء مهم هون انها متزنه افقيا عند تحرك أحد الطفلين مقتربا من نقطة الارتكاز فالطول الذي يجلس عليه فإن الطول الذي يجلس عليه خليني أشرح لك هسه السؤال بعدين نشوف شو طالب منا أستاذ العزيز أنا عندي هنا لعبة سيسو تمام دائما وابدا يا استاذ العزيز محور الدوران بيكون فوق نقطة الارتكاز بلعبة السيسو عند طفلين هاي الطفل الاول يا استاذ العزيز وهي الطفل الثاني حلو يا استاذ حلو وهون يا استاذ العزيز الطفل الاول اكيد راح يتاثر بقوة بقوة يا استاذ العزيز اللي هي قوة الجاذبية له اف جي 1 والطفل الثاني راح يتاثر بقوة الجاذبية اللي هي اف جي 2 تمام التمام تمام التمام تمام؟ استاذ العزيز طيب هسا بيحكي لك يا استاذ لما يتحرك احد الطفلين مقتربا من نقطة الارتكاز تمام شوف والله بس اقرا السؤال متزنة متزن افقيا عند تحرك احد الطفلين مقتربا من نقطة الارتكاز، حلو. خلينا يا استاذ العزيز بقول لك لما يتحرك احد الطفلين، خلينا نقي مثلا الطفل الثاني، لما هذا الطفل يتحرك باتجاه نقطة الارتكاز، يعني يبطل يا استاذ العزيز على طرف السيسو قاعد، لا، يكون يا استاذ العزيز هي الطفل الأول هون على الطرف أم واحد، وهي يا استاذ العزيز محور الدوران اللي فوق نقطة الارتكاز، والطفل الثاني يا استاذ العزيز وين موجود؟ قرب قرب باتجاه نقطة الارتكاز تمام؟ لا تنسوا أنا عندي هنا اف جي واحد وهنا عندي اف جي اثنين تمام 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 طيب لاحظ يا أستاذي العزيز إنه المسافة بالحالة الأولى المسافة بين محور الدوران ونقطة تأثير القوة اف جي واحد متساوية صح؟ تمام؟ متساوي لما يقرب بتبطل متساوية لو كانت هاي 2 متر يا أستاذ العزيز لما يقرب بتصير هاي 1 متر ما هو قرب لما يقرب بتقل ار صح ولا لا؟ مش قاري المسافة بين محور الدوران ونقطة تأثير القوة الأولى مثلاً أو الثانية صح؟ صح بالبداية كان جالس على طرف السيسو لما يتحرك باتجاه محور الدوران قاري بتقل صح ولا لا؟ صح طيب يا استاذ العزيز ركز انت وياها بيحكي لك بيسالك طلع شو بيسالك بقول لك فان الطرف الذي يجلس عليه يرتفع للاعلى ينخفض للاسفل يبقى في وضعه الافقي ولا يتغير قد يرتفع او ينخفض حسب حسب وزن الطفل شو الجواب بدي يكون ركز انت وياها بدك تروح يا استاذ العزيز تحسب عزم الدوران للطفل الاول وتحسب عزم الدوران للطفل الثاني اللي عزمه اعلى السيسو راح يميل بجهته يعني لو انا حسبت عزم الدوران للطفل الاول طلع اكبر من عزم الدوران للطفل الثاني السيسو راح يميل يا استاذ العزيز بجهه الطفل الاول فبالتالي الطرف اللي قاعد عليه هذا الطفل راح يرتفع للاعلى تمام تعال نحسب يلا عزم الدوران شو يساوي؟ يساوي هاي القوة يا أستاذ العزيز طبعا عشان تكونوا عارفين أنا وياكم اتفقنا إذا كان هذا الجسم متزن والمسافة بين محور الدوران ونقطة تأثير القوة هاي متساوية شو أستاذ العزيز بيكون هادي بتساوي هاي صح؟ يعني أم جي أم واحد في جي تساوي أم اثنين في جي صح ولا لا صح؟ جي مع جي طارت يعني أم واحد تساوي أم اثنين مية 100% مية طيب أف جي واحد هي أم في أم واحد في جي يا أستاذ العزيز جي اللي هي عشرة ها آه. 20 يا سلام 10 ام اذا تمام في ار متجه الموقع 2 يا استاذ العزيز ضرب 2 في ثانيه 90 يعني صرت تحكي انت عن 20 ام عزم الدوران لهذا الطفل 20 ام نيوتن دوت متر تعال نحسب احنا عزم الدوران للطفل الثاني عزم الدوران للطفل الثاني هو عباره عن اف جي 2 اللي هي يا استاذ العزيز 10 ام يا سلام في ايش في ايش في ايش في ايش متجه الموقع المسافه بين محور الدوران في واحد ضرب واحد يعني انت بتحكي عن 10 ام نيوتن دوت متر مين عزم الدوران اعلى لا عزم الدوران للطفل الاول اعلى من عزم الدوران للطفل الثاني فبالتالي يا استاذ العزيز عزم بما انه عزم الدوران للطفل الاول اكبر اذا راح يميل هذا الطرف يعني الطرف اللي قاعد على الطفل الاول راح ينزل للاعلى طيب هو ما بيسألك عن الطرف اللي قاعد على الطفل الاول، لا بيسألك عن الطرف اللي قاعد على الطفل اللي قدم باتجاه محور الدوران، شو راح يصير فيه؟ بما انه هذا نزل للاعلى، بما انه هذا نزل للاعلى عجبتني، بما انه هذا نزل للاسفل، هذا راح يرتفع للاعلى، تمام؟ فبالتالي شو راح يكون الجواب استاذ العزيز؟ يرتفع للاعلى. بس، تمام؟ تمام التمام، طيب بقول لك يا أستاذ العزيز عند حساب العزم المحصل المؤثر في جسم فإنني أهمل القوة التي يمر خط عملها في محور الدوران فسر ليه يا استاذ العزيز لما انا اجي احسب العزم المحصل بتعرفوا احنا كيف بنحسب العزم المحصل تمام ليه يا استاذ العزيز انا ما بطلع على القوه اللي بتمر بمحور الدوران لانه ما لها عزم هاي القوه اساسا يا استاذ العزيز ما بتحدث دوران في الجسم عزمها صفر قلت لكم مليون مره ليش عزمها صفر وعطيتكم مليون سبب ليش عزمها صفر تمام تمام طيب اذا شو الجواب يا استاذ العزيز لانه يا استاذ العزيز هذه القوه عزمها صفر لانها ما بتحدث دوران في هذا الجسم، طيب يعتمد عزم القصور الذاتي الجسم على موقع محور دورانه. ليه يا استاذ العزيز القصور الذاتي اشوف يعتمد عزم القصور الذاتي اه القصور يا استاذ العزيز يعتمد على محور الدوران، لو كان في عندي جسم هي محور الدوران تمام؟ اذا تغير بتغير مكان اذا تغير محور الدوران مكان محور الدوران اذا تغير مباشره القصور الدوراني بتغير، ليه؟ لانه إذا تغير يا أستاذ العزيز سواء قدم لقدام أو رجع لورا فآر راح تتغير لأنها آر هي مسافة بين محور الدوران والجسم نفسه صح؟ آر هي نصف القطر إذا بتغير محور الدوران آر بتقل أو بتزيد صح؟ بمعنى مكان محور الدوران إذا بتغير سواء قدم لقدام أو رجع لورا أو تغير مكانه فأنت قاعد يا أستاذ العزيز بتغير قاعد بمقدار نصف القطر فإذا تغير نصف القطر بتغير هذه الفكرة شرحت لكم إياها بالتفصيل عشان هيك مستعجل فيها يلا هنا يا استاذ العزيز اقارن بين كتله الجسم وعزم قصوره الذاتي له شو العلاقه بين كتله الجسم والقصور الذاتي علاقه طرديه كل ما زادت كتله الجسم كل ما كان قصور الدوراني او الذاتي اعلى كل ما زادت يا استاذ العزيز كل ما قلت كتله الجسم كل ما كان القصور الدوراني له اقل طيب يلا ركزوا معي يا استاذ العزيز انت وياها بهذا السؤال الرابع التفكير الناقد يلا بقول لك يا استاذ ذهبت عرين وفرح إلى مدينة ألعاب في عيد الفطر وركبتا لعبة الحصان الدوار حيث جلست عرين على حصان قرب الحافة الخارجية الصفيحة الدائرية المتحركة للعبة إذا أنا عندي يا أستاذ العزيز لعبة على شكل دائرة عرين جلست على الحافة عرين بدي أسميها أم واحد تمام حلو حلو طبعا هاي اللعبة قاعدة بالدور لعبة دورات طيب بينما جلست فرح على حصان في منتصف المسافة بين عرين ومحور الدوران هاي محور الدوران يا أستاذ العزيز في المنتصف تمام جلست فرح في منتصف المسافة بين عرين وبين محور الدوران يعني هون جلست فرح هاي أم اثنين مية بالمية مية بالمية لك يا أستاذ العزيز ركز انت وياها عند دوران اللعبة بسرعة زاوية ثابتة أي الفتاتين عرين أم فرح عرين أم فرح مقدار سرعتها الزاوية أكبر يا أستاذ العزيز طيب أستاذ العزيز ركز أنت وياها بهذا السؤال بيسألكم هي هي يا أستاذ العزيز القصور ركز أنت وياها هي يا أستاذ العزيز عرين هي فرح تمام مين يا أستاذ العزيز سرعتها الزاوية أكبر عرين ولا فرح ركز في هذا السؤال جاوبنا عليه يلا يعني اللي بتتحرك فيها اللعبة الدوارة ثابتة شو يعني يا استاذ العزيز السرعة الزاوية ثابتة يعني لو كانت اللعبة الدوارة بتتحرك بسرعة زاوية مقدار مثلا 2 راد على ثانية فراح تضل تتحرك بسرعة 2 راد على ثانية لا راح تزيد ولا راح تقل على كل شايفين فكرة هذا السؤال قسما بالله اني قرفتها قد ما شرحت لكم اياها يعني بصراحه ملقت مل والله ملقت مل انها تتكرر في الكتاب اربع مرات خمس مرات مل. مش شيء مش حلو يعني تمام نضيع ضل نضيع وقت على نفس الفكره بدي اذكركم فيها تذكير سريع شباب بنات طيب استاذ العزيز انا وياكم اتفقنا لما يكون في عندي جسم بيتحرك حركه دائريه وهذا الجسم يا استاذ العزيز يقع عليه مثلا ثلاث اجسام او ثلاث اجزاء على خط واحد اي مثلا وبي مثلا وسي مثلا صح قلت لك استاذ العزيز هذول الاجزاء بيتحركوا مع بعض في فتره زمنيه معينه مثلا سبيل المثال وصلوا هون مع بعض هاي الجسم A صار هون مثلا والجسم B صار هون والجسم C صار هون قلتلك لك من يوم مرة انه الازاحة الزاوية اللي قطعها الجسم A نفس الازاحة الزاوية اللي قطعها الجسم B نفس الازاحة الزاوية اللي قطعها الجسم C قلت يا استاذ العزيز اذا هذول كلهم يتحركوا من هون لهون بنفس الفترة الزمنية مثلا كلهم تحركوا خلال ثانيتين من هون لهون فهذا يعني انه الازاحه الزاويه والسرعه الزاويه والتسارع الزاوي الهم متساوي يعني يا استاذ العزيز الازاحه الزاويه للجسم A يساوي, يساوي الازاحه الزاويه للجسم B يساوي الازاحه الزاويه للجسم C السرعه الزاويه للجسم A يساوي السرعه الزاويه للجسم B يساوي السرعه الزاويه للجسم C التسارع الزاوي للجسم A يساوي التسارع الزاوي للجسم B يساوي التسارع الزاوي زا… للجسم C ولاحظ انه عرينه فرح يقع على خط واحد وهذا الجسم بيتحرك حركه دورانيه استاذ العزيز صح ولا لا صح بما انهم بقعوا على خط واحد وبتحركوا بنفس الزمن اذا السرعه الزاويه يا استاذ العزيز لعلي تساوي السرعه الزاويه لفرح واذا مش حابب أتأكد يا استاذ العزيز روح احسب لهم كل واحد السرعه الزاويه لا راح تلاحظ يا استاذ العزيز انه السرعه الزاويه لفرح تساوي الازاحه الزاويه على الفتره الزمنيه صح والازاحه الزاويه لعلي تساوي استاذ العزيز الازاحه الزاويه على الزمن صح ولا لا صح بقول لك علي انه فرح قاعدين بيتحركوا بيقطعوا المسافه من هون لهون بنفس الزمن صح صح اذا الزمن متساوي مبدئيا لزا... لو هاي اللي لفت دورة واحد راح تقطع ازاحه زاويه 360 درجه وبما انهم على نفس الخط يمكن راح يقطعوا نفس الازاحه الزاويه قرفت انا الفكره هاي والله طيب شباب بنات تعالوا معي على هذا السؤال يلا بيحكي لي بهذا السؤال يوضح الشكل قوه محصله مقدارها اف ثابته في المقدار تؤثر في الباب نفسه في مواقع واتجاهات مختلفه لثلاثه حالات. شو مطلوب منك يا استاذ العزيز؟ بقول لك حدد الحاله او الحالات التي يفتح فيها الباب والحاله او الحالات التي لا يفتح فيها الباب. استاذي العزيز عطاير بالنظر المفروض تقول لي الحاله اللي راح يفتح فيها اللي راح يفتح فيها يفتح فيها الباب شو يا أستاذ العزيز؟ الحالة ألف ليه؟ لأنه أستاذ العزيز لما أنت تيجي تأثر بقوة على محور الدوران على أنت بتأثر بتجاعد... على الفصالة أنت بتقعد أنت قاعد بتدفع بالفصالة الباب شو دخله؟ مش راح يفتح طيب والحالة الثانية لاحظ أنه قاعد بأثر بقوة يا أستاذ العزيز تصنع زاوية مع متجه الموقع 180 درجة وأنا قلت لك أستاذ العزيز هو بهذه الحالة هاي القوة ما لها عزم فيش عندي غير هذه الحالة أستاذ العزيز اللي هي هذه الحالة اللي هي القوة هاي تصنع زاوية مع متجه الموقع تمام مقدارها 90 درجة وهذه أساسا أعلى حالات عزم الدوران تمام تمام أستاذ العزيز إذا الحالة اللي بيفتح فيها الباب هي الحالة ألف والحالة اللي ما بيفتح فيها الباب اللي هي باو تمام طيب تعال لها السؤال إذا مرة العظيم إنه الأسئلة صارت هيك أحلى يلا شوف لا نصغر شوي لأنه هسه بصير يلعب لعب معنا اللوح شوي بس بسم الله بسم الله طيب ركز انت وياها بهذا السؤال لانه السؤال حلو وأنا بلشنا ها بلشنا يا زلمه بالاسئله الحلوه بحب الاسئله الحلوه انا يلا قول يا استاذ العزيز لعبه اتزان سيسو تمام تتكون من من لوح خشبي طلع منتظم متماثل شو يعني منتظم متماثل يعني مركز كتلته في المنتصف تمام شو يعني منتظم متماثل يعني محور الدوران له بالمنتصف كمان تمام تمام طيب بقول لي يا استاذ العزيز انه وزن هذا اللوح 150 نيوتن، هذا اللوح الخشب اللي قدامك وزنه 150 نيوتن. طيب طلع شو بقول لي يا استاذ العزيز؟ يرتكز من منتصفه عند النقطة او إذا وين منتصف هذا اللوح؟ عند النقطة O. وين محور الدوران؟ عند النقطة او تمام تمام. طب استاذ العزيز انا وياك بنعرف انه مركز الكتله كمان في منتصفه صح ولا لا صح فمركز كتله هذا اللوح يا استاذ العزيز في المنتصف تمام تمام طب يا استاذ العزيز بما انه مركز كتلته بالمنتصف انا وياكم بنعرف انه اي كتله لها يا استاذ العزيز قوه جاذبيه اللي قوه الوزن طب يا استاذ العزيز هذا مركز كتله اللوح صح طب قديش يا استاذ العزيز وزن اللوح وزن اللوح معطيك اياها بالسؤال 150 اذا وزن اللوح 150 صح ولا لا صح طب ليه انت عملت هيك يا استاذ العزيز شباب بنات اي جسم منتظم مركز كتلته في المنتصف صح ولا لا صح طب وين المنتصف هي المنتصف محل ما بيرتكز اللوح محور الدوران هو حكى لي هذا المنتصف طيب هسه هذا اللوح يا استاذ العزيز له قوه وزن طب كيف اقدر احدد اتجاه قوه الوزن يا استاذ العزيز اتجاه قوة الوزن يا استاذ العزيز خط باتجاه السالب واي هي بتروح على مركز الكتلة لهذا اللوح هيو انا مثلا عندي لوح بالله عليك ركزوا مع بهي الفكرة لانه في طلاب كثير بتخربط فيها وهي انا عندي لوح منتظم هذا لوح منتظم اجيت حكيت لك يا استاذ العزيز انه مركز او منتصف هذا اللوح عند هاي النقطة تمام تمام وقلت لك بنفس الوقت انه وزن هذا اللوح يا استاذ العزيز 100 نيوتن تمام تمام طيب وين أحط أستاذ العزيز قوة الوزن؟ هون، ولا هون، ولا مثلاً هون يا أستاذ العزيز؟ بحكي لك يا أستاذ العزيز لا، بتحطها من عند مركز كتلته عشان هيك أنا حطيت أستاذ العزيز قوة وزنه من عند مركز كتلته يلا، إن شاء الله تكونوا فهمتوا عليّ، مركم بالميلوز، أستكروز، يلا ركز أنت وياها بقول لك يا أستاذ العزيز، تجلس نهى اللي هي قوة وزنها اف جي واحد وين؟ على احد طرفي اللوح الخشبي، على بعد ار واحد. اذا في عندي بنت هون اسمها نهى قاعدة على طرف هذا اللوح يا استاذ العزيز، على بعد من محور الدوران مسافة مقدارها ار واحد، من نقطة الارتكاز بينما يجلس شقيقها ماهر اللي هو اف جي 2 اللي اف جي 2 يا استاذ العزيز، تمام تمام ونهى كمان لها اف جي واحد، يا سلام اللي هي قوة وزن نهى، تمام؟ وين كمان هذا بيجلس على طرف اللوح على بعد مسافه من نقطه الارتكاز يا استاذ العزيز يعني هذا يجلس عند نقطه تبعد عن محور الدوران مسافه مقدارها 2.5 تمام وحكي لي انه وزن نهى يا استاذ العزيز قديش 250 نيوتن ووزن ماهر 300 نيوتن احسب مقدار الف باء قبل ما احسب مقدار الف باء خلينا نجهز الرسم اللي بدنا نشتغل عليها يلا هاي الرسمه اللي بدي اشتغل عليها هون سيبك من هذا الحكي كلياته يلا هاي يا استاذ العزيز النقطه الارتكاز اللي هنا محور الدوران هذا استاذ العزيز من هي محور الدوران طبعا وزن اللوح استاذ العزيز قديش اف جي قديش معطيني 150 نيوتن تمام وزن يا استاذ العزيز النوها قديش معطيني اياه اف جي النوها تساوي 250 نيوتن تمام هاي نيوتن طيب وزن يا استاذ العزيز شقيقها ماهر قديش معطيني اياه اف جي 2 يا استاذ العزيز هي اف جي 1 واف 2 وزن ماهر قديش معطيني اياه 300 نيوتن تمام تمام المسافه يا استاذ العزيز بين محور الدوره ونقطه تاثير القوه الجاذبيه على ماهر 2.5 متر المسافه بين محور الدوره ونقطه تاثير قوه الجاذبيه على نهى ار ما بنعرفها هسه راح يطلب مننا نحسبها تمام تمام طيب ايش طالب منا يا استاذ العزيز نحسب اول شيء طالب منك بقول لك احسب لي القوه العموديه اف ان شو بدنا نحسب القوه العموديه لا إله إلا الله لا إله إلا الله يلا القوة العمودية أفعن استنوا شوي يا جماعة الخير بس اللوح مثلا يجاوب علينا بسم الله يلا جاوب. القوة أفعن تمام التي تؤثر بها نقطه الارتكاز في اللوح الخشبي احدد اتجاهه كنا بنعرف نحدد استاذ العزيز اي جسم بالدنيا اي جسم بالدنيا له قوه عموديه بشرط انه يكون موجود على سطح طب هذا اللوح الخشبي موجود على سطح اه موجود على نقطه الارتكاز القوه العموديه استاذ العزيز وين اتجاهها باتجاه البلس واي تمام هذه اف ان 100% 100% بقول لك احسبها طيب حلو شو بقول لي استاذ العزيز انه الجسم متزن ممتاز معناته مجموع القوه بتساوي صفر يعني القوة اللي تحت تساوي القوة اللي فوق، القوة اللي تحت يا أستاذ العزيز اجمعها كلها قد إيش؟ 600. 600 يا أستاذ العزيز، صح؟ تمام، وتساوي القوة اللي فوق هي اف ان. إذا اف ان يا أستاذ العزيز تساوي 600 نيوتن. خلصنا؟ خلصنا. اف ان قد إيش تساوي 600 نيوتن، طيب. طيب ركز انت وياها يا استاذ العزيز شو طالب مني بالفرع الثاني بعد نهى عن نقطه الارتكاز كي يكون النظام في حاله اتزان سكوني يعني بالدور تمام بعد نوها عن نقطه الارتكاز بالدور يا استاذ العزيز عزم نوها زائد عزم ماهر يساوي صفر لانه نظام متزن تمام طيب عزم يا استاذ العزيز نوها شو يساوي يساوي قوه الجاذبيه لنوها اللي هو وزن نوها 250 في ار صح ولا لا صح 250 في ار طبعا ضرب ساين 90 ضرب ساين 90 اللي هو واحد. ساين 90 هاي يا استاذ العزيز هي يا استاذ العزيز متجه الموقع هذا هو متجه الموقع امتداد متجه الموقع وهي امتداد متجه القوة الزاوية 90 تمام؟ فايش استاذ واحد؟ بتروح بواحد بس بهمني اخر شيء اتجاه العزم، اتجاه العزم بأي اتجاه استاذ؟ باتجاه السالب تمام؟ سالب 250 نيوتن دوت متر، هذا عزم النهى. طيب عزم ماهر يا استاذ العزيز يساوي 300 قوة الوزن له ضرب بعده 2.5 ضرب ساين 90 يا استاذ العزيز واتجاه العزم راح يطلع معك بالموجب حدده انت عزم ماهر يساوي 750 نيوتن في متر يا استاذ العزيز فعزم نهى طلع معنا سالب قديش 250 ار زائد 750 يساوي صفر انقل على الطرف الثاني بصير عندك 250 ار يساوي 750 يا استاذ العزيز اقسم على 250 على 250 والله انا تعبان اليوم طيب 250 على 250 راحت ار بتصير 750 على 250 الجواب بيطلع 3 متر على الاله حاسبه تمام تمام ضايل علينا سؤالين يلا نروح استاذ العزيز باي سؤال بالسؤال 14 ركز انت وياها منيح بالسؤال 14 لانه انا تعبت خلاص تمام يلا طيب شباب بنات بهذا السؤال جايب لي اربع كتل جايب لي نظام مكون من اربع كتل يا استاذ العزيز تمام تمام وجاي لي انه هذا النظام بدور بيتحرك بسرعه زاويه مقدارها قديش يا استاذ العزيز 2 راد على ثانيه تمام تمام الحلو بهذا السؤال انه معطيني مقدار كل كتله من هذول الكتل يا استاذ العزيز ومش بس هيك معطيني المسافة بين كل كتلة ومحور الدوران تمام؟ يعني معطيني مقدار كل كتلة من هذول ومعطيني المسافات يا أستاذ العزيز تمام؟ المسافات يا أستاذ العزيز بين كل كتلة ومحور الدوران يا أستاذ العزيز هي 20 سنتيمتر مثلا على سبيل المثال الكتلة أم سمول قديش مقدارها 50 جرام الكتل أم كابيتال مقدارهم 100 جرام يا أستاذ العزيز تمام التمام تمام التمام طيب شو طالب مني؟ طالب مني احسب القصور الدوراني لهذا النظام يا استاذ العزيز شباب بنات انا وياكم اتفقنا لما يجيني سؤال نظام مكون من اكثر من كتله طالب مني احسب القصور الدوراني لهذا النظام بسال حالي سؤال على السريع كم كتله عندي عندي اربع كتل هيهم قدامك بما انه عندي اربع كتل عندي أربعة قصور عندي قصور دوراني للكتله الاولى وعندي قصور دوراني للكتله الثانيه عندي قصور دوراني للكتله الثالثه وعندي قصور دوراني للكتله الرابعه يا استاذ العزيز تمام تمام التمام طيب كيف أحسب القصور الدوراني الكلي لهذا النظام؟ بحسب قصور كل كتلة لحالها بجمعهم مع بعض بس القصور الدوراني يا أستاذ العزيز هذا النظام هو قصور الكتلة الأولى زائد القصور للكتلة الثانية زائد القصور للكتلة الثالثة زائد القصور للكتلة الرابعة شكرا لك 100% 100% طيب هسه يا استاذي العزيز التريك ترك بهذا السؤال انه القصور للكتله الثانيه والقصور للكتله الرابعه تمام القصور للكتله الثانيه والقصور للكتله الرابعه صفر يا استاذ العزيز فبالتالي القصور عندك لهذا النظام يساوي قصور الكتله الاولى زائد قصور الكتله الثالثه فقط لا غير طيب استاذ ليه قصور الكتله الثانيه وقصور الكتله الرابعه صفر ركز انت وياهم معي الفكره كلها بمحور الدوران المحور الدوراني هون يا استاذ العزيز مش جاي عمودي على الكرات الاربعه مو جاي عمودي عليهم تمام فالنظام ما بيدور بهذا الشكل النظام ما بيدور حول محور دوران عمودي على الكرات الاربعه ما بيدور الكرات كلياتهم بهذا الشكل مثلا او بهذا الشكل يا استاذ العزيز لا هسه بدي اوضح لك اياها عمليا ركز انت وياها مع اني طيب ركز انت يا استاذ العزيز هذا هو النظام صح النظام ما بيدور بهذا الشكل شباب بنات النظام ما بيدور بهذا الشكل طلع ما بيدور بهذا الشكل. ما بدور هذا الشكل لما يكون محور الدوران جاي عمود عليهم، جاي عمود عليهم خارج من الصفحة. ساعتها بيدور عندك الأربع كتل يا أستاذ العزيز كلياتهم حول محور دوران عمود عليهم وكل كتلة تبعد مسافة عن محور الدوران تمام؟ لا. آه تمام مية بالمية. بس يا أستاذ العزيز النظام ما بيدور عندك بهذا الشكل. ما بيدور بهذا الشكل النظام. كيف بيدور؟ طلع كيف بيدور النظام؟ زي هيك. طيب لما يدور النظام زي هيك هي محور الدوران بيكون له طبعا هي محور الدوران جاي على محور واي هذا هو محور الدوران يا استاذ العزيز تمام تمام طبعا. طب لما يكون محور الدوران على محور واي لاحظ انت محور واي عليه كتلتين اساسا الكتله هاي والكتله هاي ومحور الدوران نفسه محور واي يعني في عندي كتله هون وعندي كتله هون وعندي كتله هون وعندي كتله هون وهيك النظام قاعد بدور خليني اشقلب لك اياها تشوف يا استاذ العزيز النظام بدور حول محور دوران اللي هو هذه الغطاية الزرقاء تمام 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 اللي هو محور واي استاذ العزيز هي طلع كيف بدور انا عندي كتله هنا لاحظ انه الكتله اللي موجوده على هذا الطرف هي موجوده على محور الدوران اساسا يا استاذ العزيز تمام ولما تدور يا استاذ العزيز وهي على محور الدوران فار إلها صفر فبالتالي لما تيجي تحسب القصور الدوراني لكتله ار إلها صفر راح يطلع معك كامل الجواب بصفر صح وفي عندي كمان كتله ورا القلم اللي وراها هيدا لك اياها في عندي كمان هون كتله قاعده بدور النظام صح كمان الكتله يا استاذ العزيز اللي موجوده على محور واي هذه اللي موجوده هون يا استاذ العزيز كمان يا استاذ العزيز الار لها صفر تمام تمام فبالتالي يا استاذ العزيز هذول الكتلتين ما لهم قصور الار لهم صفر موجودين على محور الدوران موجودين على محور الدوران طيب هسا يا استاذ العزيز افرض انك انت اوجدت القصور الدوراني اللي هو القصور الدوراني للكتلة الاولى زائد القصور الدوراني يا استاذ العزيز للكتلة الثالثة وسهل جدا عليك توجدهم لانه موجود معك كتلهم وموجود معك الابعاد عن محور الدوران تمام تمام شو طالب منك بالفرع الثاني طالب منك توجد الطاقة الحركية الدورانية طب قانون الطاقة الحركية الدورانية يساوي النص بالقصور الدوراني اللي انت وجدته لهذا النظام بالسرعة الزاوية تربيع طب من وين اجيب بالسرعة الزاوية استاذ العزيز شباب بنات بعطيك اياها بالسؤال قلت لك هي بقول لك النظام بتحرك بسرعة زاوية حول محور واي بسرعة 2 راد على ثانية تمام فانت قانون وطبق قانون وعوض بتوجد الطاقة الحركية الدورانية تمام شباب بنات تمام حل هذا السؤال بالكامل باذن الله تعالى بتلاقيه بصندوق الوصف خلينا نستغل وقت الحصه استاذ العزيز ركز لي باخر سؤال مهم جدا جدا ركز انت وياها مهم هذا السؤال طيب استاذ العزيز الشكل اللي موجود قدامك اسمه رافعه شو اسمها رافعه بقول لك تستخدم بعض انواع الروافع طب الرافعة على ايش بتستخدم صح هي بدي احكي لك بقول لك استاذ العزيز تستخدم بعض انواع الروافع لرفع الأثقال الكبيرة اللي هي الأحمال إلى أعالي الأبراج والبنايات العالية شباب بنات الروافع بنستخدمها علشان نحمل الأوزان العالية يا أستاذ العزيز يعني أنا عندي خمسة طن بلاط تمام مين المصري اللي بدي يشيل لك إياهم خمسة طن بلاط على الطابق التلاتين تمام في مصر بيشيل لك خمسين طن بلاط يا استاذ العزيز او اردني او شو ما كانت مهنته المهم عامل تمام؟ هذا العامل بيرضى يشيل لك 50 طن بلاط على الطابق ال ما بيرضى فبالتالي بدنا نخترع احنا شيء اسمه رافعه يا استاذ العزيز، شيل ال30 طن بلاط هذول على الطابق ال تمام؟ تمام التمام. إيه بقول لك يا استاذ العزيز ويجب، طلع هون الكلام مهم يلا، ويجب ان يكون العزم المحصل المؤثر في هذه الرافعه صفر كي لا يوجد عزم محصل يعمل على امالتها وسقوطها، بمعنى طول ما العزم المحصل المؤثر بهذه الرافعة صفر الرافعة بأمان إذا كان في عزم محصل إذا جيت أحسب العزم المحصل لهذه الرافعة ولقيت يا أستاذ العزيز انه طلع مع مقدار الازمه وحصل الرافعه مش امان الرافعه راح تميل وتوقع بمعنى استاذ العزيز سؤالي إلك إيه اول شيء كم قوه عندي بتاثر على الجسم او خليني اشرح لك اجزاء الرافعه عندك يا استاذ العزيز عند نقطه الالتقاء هنا هذا محور الدوران تمام تمام التمام هذا يا استاذ العزيز اللي قدامك الجسم اللي احنا بدنا نحمله ونوديه على الطابق ال اي جسم بالدنيا بيتاثر بقوه الجاذبية ولا لا بتاثر باتجاه سالب واي، فالحمل هذا له قوه جاذبيه اسمها اف جي واحد. وعندي يا استاذ العزيز هنا كمان كتله اسمها الثقل الموازن، هذه الكتله اللي من خلالها بنوازن الرافع عشان ما توقع، وهسا بقول لك كيف. فهذه الكتله هذه الكتله كمان لها استاذ العزيز قوه جاذبيه صح؟ اف جي 2. استاذ العزيز ركز انت وياها معي، انا عندي قوتين، اذا اجيت حسبت العزم المحصل لهذول القوتين كان صفر، الرافعه بامان، لا راح تميل ولا راح توقع، بس لو جئت حسبت العزم المحصل لهذول يا العزيز القوتين اللي بيبعدوا عن محور الدوران تمام العزيز ومسافه معينه ولقيت انه في عزم محصل، الرافعه بتوقع، ما بزبط يكون عندك عزم محصل، ليش؟ ركز انت وياها ليش؟ يب. طلع استاذ العزيز هسه هاي القوه لها عزم اسمها عزم واحد صح وهي القوة كمان لها عزم لها عزم اثنين يا استاذ العزيز لو كان عزم القوة الاولى هاي اكبر من عزم القوة الثانية هذا يعني يا استاذ العزيز انه عزم الدوران لهاي القوة رح يكون اكبر من عزم الدوران لهاي القوة فبالتالي هاي القوة رح تدور هذا الجزء يا استاذ العزيز رح تدور الرافعة لهاي الجهة الرافعة هاي الرافعة رح تنزل لهاي الجهة صح ولا لا صح الجسم هذا رح ينزل لهاي الجهة طب اذا نزل لهاي الجهة مالت الرافعة وجي الحمل على رأس العامل ووقعت الرافعة كلها كمان صح ولا لا؟ صح طيب لو كان عزم الدوران للقوة الثانية أكبر من عزم الدوران للقوة الأولى تمام؟ بالتالي يا أستاذ العزيز الجسم يا استاذ العزيز هذا راح يميل لهاي الجهه بس يميل لهاي الجهه الجهه ديك راح ترتفع فراح توقع الرافعة كلياتها صح ولا لا صح فانا انسب حل عندي شو اعمل يا استاذ العزيز ركز انسب حل عندي انه العزم للقوه الاولى يكون بيساوي عزم القوه الثانيه بالتالي لا عزم القوه الاولى راح يقدر يميل الجسم بهذا الاتجاه ولا عزم القوه الثانيه راح تقدر تميل بمعنى يا استاذ العزيز لو كان في عندي جسم مربوط بخيطين حضرتك بتشد بهذا الجسم بخيط من الجهه اليمين بقوه 2 نيوتن واخوك بشد من هون ب 2 نيوتن هل تتوقع هذا الجسم يتحرك ما راح يتحرك راح يضل متزن تمام انا عندي استاذ العزيز إيه شو اسمه جسمين تمام هاي الجسم الاول هاي الجسم الثاني حضرتك بتشد انت بهذا الجسم بعزم مقداره 2 نيوتن في متر واخوك بشد قاعد بهذا الجسم بعزم مقداره 2 نيوتن في متر بتتوقع هذا 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 الجسم اللي هون استاذ العزيز يتحرك ولا يتزن راح يضل متزن تمام طيب شو بدنا نحكي كمان يا استاذي العزيز شو بدنا نحكي عن الرافعه يعني هسه يا استاذي العزيز ركز انت وياها لما يكون عزم القوه اللي موجوده هون هاي عزم واحد وعزم القوه الموجوده هون يا استاذ العزيز عزم اثنين لما يكونوا بيساووا بعض يا استاذ العزيز يكونوا بيساووا بعض هذا يعني انه العزم المحصل يساوي صفر لانك لو نقلته هون زي كانك تحكي عزم القوه الاولى زائد ناقص عزم القوه الثانيه مثلا ويساوي صفر فانت جمعت عزمين فالعزم مجموع العزم يساوي صفر فبالتالي طول ما العزم المحصل على هاي الرافعة الصفر انت بامان عزم جيت حسبت العزم المحصل وطلع 3 نيوتن في متر هاي الرافعة راح تميل وتقع على راس العمال تمام تمام طيب يا استاذ العزيز ركز انت وياه بالكلام اللي بدي اشرحه هسه مهم جدا لو كان يا استاذ العزيز هاي في عندي هون قوه اسمها اف جي 1 قوه الوزن وهون عندي اف جي 2 صح ولا لا صح وانا وياك اتفقنا انه هون في شيء عندي اسمه عزم القوه الاولى وعزم القوه الثانيه لو يا استاذ العزيز عزم القوه الاولى اكبر من عزم القوه الثانيه عزم القوه الاولى اكبر من عزم القوه الثانيه بالتالي يا استاذ العزيز عزم القوة الاولى راح يشد الرافعه عنده هنا يخليها تميل وهاي ترتفع وتوقع صح طيب انا عشان اتغاضى او اتلاشى او عشان ما اوقع بهاي المشكله عشان الرافعه ما تميل وتوقع شو لازم اعمل مثلا هذه الرافعه ثلاثة نيوتن في متر عزمها هذا الجسم عزمه 3 نيوتن في متر وهذا يا استاذ العزيز العزم مثلا 1 نيوتن في متر شو لازم اعمل بديهيا بالله عليك شو هسا طول ما هذا العزم اكبر من هذا العزم راح تميل الرافعة وتوقع شو لازم اعمل بديهيا لازم ارفع من عزم القوه الثاني صح ولا لا لانه اذا رفعت من عزم القوه الثاني وخليته 3 متر بصير عندي هون 3 نيوتن دوت متر هون نيوتن دوت متر بما انه العزوم هون متساويه اذا الجسم متزن طيب كيف ارفع من عزم هاي القوه يا استاذ العزيز ركز انت وياها انا وياكم بنعرف انه هذا الجسم بتاثر بقوه جاذبيه لو جينا بدنا نحكي عزم هذا الجسم استاذ العزيز يساوي القوه الجاذبيه لهذا الجسم في متجه الموقع في ساين الزاويه صح ولا لا صح طيب هسا يا العزيز القوه الجاذبيه لهذا الجسم ما بنقدر نلعب فيها ابدا ليه لانها بتعتمد على كتله هذا الجسم اللي جاي ستاندر من الشركه المصنعه مثلا لو اعطيتك اياه 10 كيلوغرام راح يضل 10 كيلوغرام ما راح ترفعه تمام هاي يا استاذ العزيز والتسارع الجاذبي ثابت اللي هو 10 فانت هذه قوه الجاذبيه لهذا الجسم ثابته ما بتتغير فما راح تقدر تغير فيها شيء عشان ترفع العزم طيب ساين الزاويه يا استاذ العزيز ساين الزاويه بين امتداد متجه الموقع وامتداد متجه القوه 90 ثابته ما راح تقدر تلعب فيها شيء بضل عندك شغله اخيره متجه الموقع متجه الموقع إذا كبرته بيكبر العزم، إذا صغرته بيصغر العزم، فشو لازم أنا أعمل يا أستاذ العزيز؟ وين متجه الموقع؟ المسافة بين محور الدوران والجسم نفسه أو القوة المؤثرة في هذا الجسم، تمام؟ لما أنا يا أستاذ العزيز أخلي هذا الجسم يتحرك لهون أنا عم بزيد متجه الموقع، لو زدت متجه الموقع يا أستاذ العزيز العزم بيزيد، فبالتالي بقدر أضل أرجع بهذا الجسم أرجع بهذا الجسم، يضل تزيد آر تزيد آر لحد ما يصير العزم 3 نيوتن في متر بيوقف هذا الجسم مكانه تمام توقف مكانه بتتزن الرافعه فهمنا طيب يا استاذ العزيز يلا هاي كمان عشان استاذ مبدا عمل الرافعه مهم جدا طيب يا استاذ العزيز انا عندي عزم هنا اسمه عزم واحد وهون يا استاذ العزيز عندي عزم اثنين انا كان عندي يا استاذ العزيز عزم القوه هاي اقل من عزم القوه هاي يعني عزم القوه الثانيه اكبر من عزم القوه الاولى تمام بالتالي يا استاذ العزيز عزم القوه هاي مثلا 4 نيوتن دوت متر وهي مثلا 2 نيوتن دوت متر شو راح يصير هذا بهذه الحاله الرافعه راح تميل بهاي الجهه وراح ترتفع من هاي الجهه صح فراح تميل الرافعه يا استاذ العزيز فراح تقلب فشو لازم اعمل انا لازم ارفع من هذا العزم طب كيف ارفع من هذا العزم يا استاذ العزيز يلا جاوبني لازم مش ارفع من هذا العزم من هذا العزم ما بقدر اعمل فيه اي شيء يا استاذ العزيز من هنا ما بقدر اعمل اي شيء لازم اقلل من هذا العزم شو لازم اقلل من هذا العزم لازم اخليه 2 نيوتن دوت متر 100% لما يصير نيوتن دوت متر هون 2 نيوتن دوت متر هون فالعزوم متساوي فراح يتزن الجسم طب كيف ممكن اقلل يا استاذ العزيز قلت لك يا استاذ العزيز العزم يعتمد على القوه ومتجه الموقع فسا وساين الزاويه ساين الزاويه ساين الزاويه والقوه ما راح تقدر تعمل شيء فيهم مش الموضوع كله في ار في المسافه لازم يا استاذ العزيز اقلل من متجه الموقع عشان يقلل العزم ويصير عندي 2 نيوتن دوت متر بدل 4 نيوتن دوت متر كيف اقلل يا استاذ العزيز ار هي استاذ العزيز محور الدوران تمام وهي تاثير القوه يا استاذ العزيز هي ار صح كيف اقللها اني اخلي الجسم يجي هون مثلا تمام يقرب من محور الدوران بس فممكن يجيك سؤال ضع دائره يقول لك يا استاذ العزيز العزم المحصل على هذه الرافعه لا يساوي صفرا تمام العزم المؤثر في الحمل مثلا 3 نيوتن دوت متر تمام تمام والعزم المحصل مثلا هنا واحد نيوتن دوت متر هيك يجيك سؤال يحكي لك يا استاذ العزيز بهذا السؤال علشان انا اقدر اخلي العزم المحصل لهذا الجسم يساوي صفرا ارجع الكتله لورا اقدم الكتله لورا شو اعمل يا استاذ العزيز فانت لازم تكون فاهم مبدا العمل انت عشان يا استاذ العزيز تخلي العزم المحصل هنا يساوي بعض العزم هذا يساوي هذا لازم ترفع هذا من واحد لثلاث عشان ترفع هذا يا استاذ العزيز بدك ترفع ار بدك ترجع الكتله ورا لازم تكون مدردح في هذه الرافعه يلا شباب بنات بقول لك يا استاذ العزيز الفرع الاول حدد موقع الثقل الموازن عندما يكون الحمل مرفوعا عن الارض في حاله اتزان سكوني يعني يا استاذ العزيز بده اياك تحدد له ار وين بده يكون مكان هذا الثقل الموازن لما يكون هذا الحمل مرفوع على الأرض طبعا الأستاذ العزيز بالسؤال نفسه معطيك أنه رافعة في موقع بناء ترفع حملا مقداره قديش 3 ضرب 10 قوة 3 تمام هذا الأستاذ العزيز الحمل بتأثر كتلته 3 ضرب 10 قوة 3 كيلو جرام طب قديش أستاذ العزيز قوة الجاذبية له كتلته 3 ضرب 10 قوة 3 أستاذ العزيز ضرب تسارع الجاذبية اللي هو 10 يعني 3 ضرب 10 قوة 4 تمام؟ تمام وهون يا أستاذ العزيز بقول لك الحمل هذا الحمل أستاذ قديش كتلته؟ كتلته 1 ضرب 10 قوة 4 فتأثير قوة الجاذبية عليه يساوي 1 ضرب 10 قوة 5 مش 4 تمام لانك راح تضرب ب 10 اللي هي تسارع الجاذبيه. حلو يا استاذ العزيز؟ حلو، طالب منك يا استاذ بهذا السؤال حدد موقع الثقل المناسب عندما يكون حمل مرفوع عن الارض في حاله اتزان سكوني. يعني هذا النظام في حالة اتزان سكوني تمام؟ حلو يعني العزم اللي هون يساوي العزم اللي هون صح ولا لا؟ صح لأنه لو ما كان العزم اللي موجود هون يساوي العزم الموجود هون النظام ما بيكون بعزم سكوني بيحكي لك حدد لي مكان موجود الحمل مكان ما هو موجود الثقة الموازن هذا اللون أصفر طيب يا أستاذ العزيز يعني بده منك بعد الثقل الموازن عن محور الدوران فبده منك تحسب له R يا أستاذ العزيز تمام؟ طيب انا وياك قال لي في حاله اتزان سكوني يعني يا استاذ العزيز العزم المحصل يساوي صفر صح ولا لا صح عزم القوه الاولى يساوي القوه الاولى يا استاذ العزيز اللي هي 3 ضرب 10 قوه 4 يا سلام ضرب متجه الموقع المسافه بين محور الدوران ونقطة تأثير القوة الأولى اللي هي قديش أستاذ العزيز 6 متر يا سلام ضرب يا أستاذ العزيز ساين التسعين حلو بضل علينا نحدد اتجاه الزاوية هاي أستاذ العزيز امتداد متجه الموقع هاي امتداد متجه القوة زاوية 90 من هون لهون وانت بتتحرك مع قارب الساعة اذا الجواب أستاذ العزيز هون بالسالب سالب 3 ضرب 6 يا أستاذ العزيز 18 ضرب 10 قوة 4 نيوتن دوت متر تمام هذا هو عزم القوة الأولى عزم القوة الثانية يا أستاذ العزيز يساوي القوة المؤثرة يا أستاذ العزيز اللي هي القوة الثانية هذه واحد ضرب عشرة قوة خمسة يا سلام ضرب متجه الموقع اللي أنا بدي المسافة بين محور الدوران وبين الحمل الثقل للموازن تمام اللي هي R ضرب يا أستاذ العزيز صار التسعين اللي هي واحد تمام تمام احسب العزم القوة الثانية بيطلع معك بالموجب اللي هو أستاذ العزيز R ضرب عشرة قوة خمسة اتفقنا اتفقنا يا أستاذ العزيز إيه وهي اتجاه العزم عشان تتاكد هي ار وهي اف استاذ العزيز هيك بتتحرك بعكس عقارب الساعه طيب هي العزمين استاذ العزيز طيب ركز انت وياها معي عزم القوه الاولى يساوي عزم القوه الثانيه طبعا لما تنقل عزم كلها عزم القوه الاولى زائد عزم القوه الثانيه يساوي صفر صح طيب عزم القوه الاولى قديش طلع معي استاذ ناقص 18 ضرب 10 قوه 4 زائد عزم القوه الثانيه قديش اتش اسر العزيز 1 ضرب 10 قوه 5 انا هسه خلص وقفت فيزياء عشان الرياضيات انقل على الطرف الثاني يا استاذ العزيز بصف عندك 18 ضرب 10 قوه 4 يساوي 10 ضرب 10 قوه 4 في ار هنا في ار اقسم يا استاذ العزيز اقسم يا استاذ العزيز ويعطيك الف عافيه تمام اقسم 18 على 10 يا استاذ العزيز هذول ال10 قوه 4 من 10 قوه 4 راحت بصير عندك ار يا استاذ العزيز تساوي 18 على 10 يعني 1.8 متر يا استاذ العزيز وشكرا لك تمام تمام التمام إيه على على الحاسبه طبعا هي حسبنا الفرع الاول تعال على الفرع الثاني يا استاذ العزيز بقول لك حدد مقدار اكبر كتله يمكن ان تحملها الرافعه عندما يكون في موقع ثقل الموازن عند طرفها هي الثقل الموازن وموجود عند طرفها يعني معطيني يا استاذ العزيز المسافه بين محور الدوران والثقل الموازن اللي هي اللي هي ار يا استاذ العزيز هيو معطيني اياها بقول لك يا استاذ العزيز بدي تحكي لي اكبر كتله ممكن تحملها هذه الرافعه شو هي اكبر كتله ممكن تحملها هذه الرافعه يا استاذ العزيز اكبر كتله ممكن تحملها هذه الرافعه لما يكون هذا العزم المحصل على هذه الرافعه صفر تمام اكبر كتله يا استاذ العزيز ممكن تحملها ممكن تحملها الرافعه ممكن تحملها الرافعه لما أستاذ العزيز يكون العزم المحصل على هذه الرافعه يساوي صفر اذا يعني أستاذ العزيز هذه الكتله 2 كيلوغرام العزم بعده صفر محصل صفر طب طلعتي كيلوغرام برضه صفر طيب 100 كيلوغرام برضه العزم المحصل يساوي صفر احنا لسه بامان عادي تمام 101 كيلوغرام صار في عندي عزم محصل بطل صفر وقف تقدرش تحمل 101 كيلوغرام طب 100 بتقدر لانه العزم محصل صفر بتضلها متزنه تمام طيب يا استاذ العزيز عزم انا خليتها 101 الكتله هاي خليتها 101 وقف بتقدرش تحمل خلص ليه لانه بطل العزم المحصل يساوي صفر راح تميل وتقع صح ولا لا صح تمام فهو يا استاذ العزيز بيقول لك احسب لي اكبر شو اسمه حمل يعني بده اكبر كتله اول شيء هذا الحمل بيتاثر بقوه جاذبيه اسمها اف جي وتساوي الحمل اللي بيحكي عنه اللي بدنا نحسبه في تسارع الجاذبيه اللي هو 10 صح وهذه استاذ العزيز تتاثر بقوه جاذبيه مقدارها استاذ العزيز كتلتها قديش قديش كتلته قال معطينا 1 واحد ضرب عشرة قوة أربعة في عشرة اللي تسارع الجاذبية يعني خمسة وهنا يا أستاذ العزيز يساوي عشرة أم تمام تمام خلاص يا أستاذ العزيز يلا طبق على قانون العزم العزم اللي هون يا أستاذ العزيز يساوي العزم اللي هون حضرتك يا أستاذ العزيز راح تحسب الكتلة عزم القوة الأولى شو يساوي يساوي القوة الأولى نفسها يا أستاذ القوة الأولى نفسها عشرة ام في متجه الموقع 6 يا استاذ تمام 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 ضرب ساين 90 حلو ولا مش حلو؟ حلو احنا حسبناها قبل شوي طلعت معنا بالسالب 10 ب 6 60 ام بس بالسالب صح؟ صح طيب عزم القوه الثاني يساوي القوه الثانيه نفسها 1 ضرب 10 قوه 5. شو بالله؟ ايوه 10 قوه 5 يا استاذ العزيز 100% 100% ضرب متجه الموقع بقول لك لما يكون الثقل الموازن عند طرفها يعني من هون لهون المسافه يا استاذ العزيز 3 ضرب 3 يا استاذ العزيز في ساين 90 ويعطيك الف عافيه عزم القوه الثانيه يساوي يا استاذ العزيز 3 ضرب 10 قوه 5 سويهم ببعض تطلع معك ام يا استاذ 60 ام طبعا هون 60 ام يا استاذ العزيز تساوي والله انا تعبت 3 ضرب 10 قوه خمسة تمام طيب على ستين على ستين يا أستاذ العزيز أم يا أستاذ العزيز تساوي ثلاثة على ستة نص ضرب عشرة قوة أربعة يعني أنت بتحكي عن نص ضرب عشرة قوة أربعة بيعطيك ألف عافية يا أستاذ العزيز يعني خمسة ضرب عشرة قوة ثلاثة يا أستاذ العزيز يعني خمسة ألاف كيلو جرام يا أستاذ العزيز تمام طيب بس أعطيك ألف عافية شفت ال 5000 كيلوغرام هذول 5000 و2 كيلو زياده بتميل الرافعه فهمت علي ليه بدها تميل لانه بعد ال 5000 وال200 راح ابطل العزم المحصل عليه يساوي صفر رح يصير في عندي عزم فهمنا بعد يعني انت هسه حاليا اكبر كتله ممكن تحملها هذه الرافعه لما يكون الثقل الموازن موجود هنا 5000 كيلوغرام بعد ال 5000 بتميل اقل في أم اقل من 5000 بامان اكثر من 5000 مش بامان السلام عليكم سامحوني على التطويل بهذه الحصه شباب بنات نشوفكم ان شاء الله تعالى بالوحده الثالثه السلام عليكم ورحمه الله